Good morning. Bonjour, Joe. برحب فيكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج صحي وسريع. أحلى شي نهار الجمعة عندي. هلأ طبعاً الويك أند جاي، بس عن جد عن جد عن جد أحلى ساعتين بالجمعة هن هالساعتين اللي بقضيها معكم على الهواء، اسمع أخباركم، نحكي عن عالم التغذية، نصحح المعتقدات الخاطئة بعالم التغذية. وعلى القليل بأكد لكم وبرجع بأكد لكم أنه ما في شي بحكيه هو رأيي، أنا بنقل حقائق عالم التغذية، وعنا يعني مثل بروف على كل شغلة بنحكيها. والعلى طول على طول على طول اللي بيعرفني بيعرف أنه أنا شخص كتير بحب الأكل اللبناني، كتير بهمني أنه نوقف ونخفف ناكل أكل من برات البيوت، كتير بشجع نرجع الواحد يطبخ بالبيت، أؤمن أنه الطبخ بالبيت حتى لو بكمية كبيرة وتقسمت على كذا يوم شي كتير صحي. أؤمن أنه الطبخ ما بده كتير وقت، وعنا وسائل كتير حتى نساعدكم تطبخوا على السريع. برنامجنا برنامج أسبوعي كل نهار جمعة بين 12 والتنتين، ناطرتكم اليوم لتصلوا فيي تحكوا معي وندردش سوا عن عالم التغذية. طبعا المخرج الثنائي لا ينفصل مونيك بس يا زعرور والمخرج جورج جرجيس نهار الجمعة عبر الجرس سكوب، ورقمنا هو 0595888585. تلفنوا لي اسألوني حيلا سؤال بتكون ياه بعالم التغذية، إذا بتستحوا ألف اسم ما بتفرق عنا، مش مهم، هيدا جمال الراديو. وفي عنا الواتساب طبعا، إذا بتكون تبعتوا واتساب 0398919 0398919. أنا اليوم بدي أحكي شوي عن اللانش بوكس وعن المدارس، عن كل أم توعى شو بدها تعطي أولادها على المدرسة، أنه بيحتاروا كتير الأهل وهذه مشكلة كتير كبيرة. أول شيء وأنا كتير 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 أؤمن اللي حسينه أنه ما لازم ياخدوا أولادكم كتير منه، أو مثلا إذا ابنكم ما بياخد غير تنقول شوكولات سبريد كل يوم على المدرسة، الحل كتير بسيط، بتخلص العلبة ومننسى نجيب أول يوم، ننسى تاني يوم، ننسى تالت يوم، ننسى أول جمعة، ننسى تاني جمعة، إلى أن ناخد قرار أنه ما بقى نجيب الأشياء العاطلة على البيت. أكرر مرارا وتكرارا أنه إذا بدكن تعيشوا بطريقة صحية، هيدا القرار ببلش بالسوبر ماركت، ما ببلش بالبيت. وبرجع بقول إذا بتجي لعندي مرة عمرها 75 سنة أو بنت عمرها 5 سنين، إذا ناس عندها ضعف على رؤية الأشياء الغير صحية بالبيت، إذا موجودة بالبيت بتصير 20,000 مرة زيادة أصعب نقول لأ. وإذا قلنا لأ أول جمعة، تاني جمعة، تالت جمعة، رابع جمعة، خمس جمعة، يعني إذا واحد كتير 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 إرادته منيحة كل يوم عم بيشوف شي بيحبه ويقول لأ لأ لأ، إلا ما يجي نهار ويرجع يقول إيه. فالقرار الأصلي والضروري جدا هو أن نحن نمتنع من شراء الأشياء الغير صحية بالبيت، ولكن لا نمتنع من أخذها عند الحاجة. مثلا إذا أنا كتير طلع بالي لوح شوكولا، أبدا ما فيها مشكلة واحد ينزل يشتري لوح شوكولا. كتير غلط يكون عنا سوبر ماركت بالبيت، العين بالطعمة والمحيط الصحي ضروري. فأنتوا كأهل، أنا عندي، نحن هلأ بنعطي منوزع إذا بدكن وببلاش هاي بروجرام اسمه Ideas for School Sandwiches بالعيادات، ما لكم غير توصلوا على العيادة بتحطوها على البراد Ideas، يعني نحن مثلا بنقول إنه التنين عم نعطي فكرة، فينا نبعت مع أولادنا حلوم، ساندويش حلوم وساندويش بينات بيست، نعطيه خيار ومي، وإذا بدنا بنعطيه جودي، بس لازم يكون الجودي وزنه أقل من 30 جرام. بكره كلمة جودي، نعطيه السويت ومنه أتريت، لأنه أو منه شي طيب ومنه بونشوز، كلهم إشي عاطلة. سو أنا هلأ تاني طباعة عن هذه الورقة، ما بقى لحط وان جودي، لحط وان باد ثينج، مش وان بادي وش وان جودي. تاني نهار مثلا نحط جبنة صفرة ساندويش، وساندويش تاني أكيد هلأ حتنصدمه مربى، مليونين ألف مليار مرة ساندويش مربى، خاصة إذا التيتا عملتهم بالجبل، من ما نعطي ساندويش شوكولات سبريد معمول بمصانع مش معروفين من وين وبينحط لهم مواد حافظة إلى آخره. نهار ممكن نعمل ساندويش زيت وزعتر يلي هي شي رائع رائع رائع. إذا بدكن، أنا ما بحبه أبدا أبدا، تقول مثلا كولد كاتس مثل التركي او هام او شيء، مع انه انا ما بحبهم، ما بحطهم لاولادي اجمالا، بس اذا بدكم مره بالجمعه بتمرق، مش كل يوم اكيد، مش كل يوم.
فينا نهار الخميس مثلا نعمل ساندويش لبنة وساندويش حلاوة. أكيد الحلاوة شي كتير كتير صحي، صحيح فيه سكر بس على القليلة تعو فكره هو شو، هو طحينة وشوية سكر يعني منه شي كارثة. ونهار الجمعة ممكن يعمل ساندويش عكاوة وبينات بيست أكيد. هلأ السؤال، أنا ابني ما بيحب غير أنه يأخذ شغلة وحدة كل يوم على المدرسة، مش غلط مدام إذا كانت هالشغلة الوحدة هي مثلا لبنة أو بينات بيست تبعنا أو زيت وزعتر؟ يعني أكيد بين ما ياخد كل يوم زيت وزعتر أو ياخد نهار مرتدلة نهار إشياء مصنعة محطط لها أدوية حتى يتحافظ عليها، أكيد منفضل الإشياء الطبيعية الطبيعية الطبيعية. كنت أضحك عبي الله يرحمه يقول إنه هنن وقتا كانوا صغار كانوا ياخدوا ساندويش مجدرة، يعني هيدي أسكى وأصح وأحسن. أنا بعرف لما حدا حياخد ساندويش مزدرة لأولاده، بس تخيلوا أنه إذا ما شيناها أنه نحن اليوم عم نعمل سبريدبل. أصلا في كتير ناس فيغنز هيك صاروا بيأكلوا ساندويش مزدرة لأنه لا فيهم ساندويش لبنة لا فيهم ياخدوا ساندويش جبنة، فهيدي شغلة رائعة 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 بالمكسيكان فود مكسيكان ريستورانتس على طول على طول بحطوا سبريدبل بينز، يعني بيسلقوا البينز وبيطبخون وبيعملون ماشت مثل مجدرة عنا. بس نحن عنا عقدة الأكل اللبناني وعنا هالاستحى إنه إذا واحد بيأكل طبخ بطل كتير كتير إن يعني على هالحياة. anyway أنتوا عم تعملوا ساندويشات، أول شغلة بتكون تتذكروا إنه فينا نغير كتير بالخبز حتى نغير فرايتي. نهار منحط خبز لبناني، نهار منحط ساج، نهار منحط خبز فرنجي، نهار منحط سلايس تشيز، نهار منجيب بيج حتى الولد ما يزهق، وكل يوم إذا بحب يكون عنده فرايتي في هذا الحال. وإذا ما بده بحب كل يوم زيت الخبزة كمان مش مشكلة، لأنه بالنتيجة أنت عم يطو خبز عربي أو خبز ساج هي الخلطة هي طريقة خبزة اللي بتختلف إجمالا. هلا شوية إشياء زيادة خميرة من هون شغل من هون منا شي بيأثر كتير. إذا بدكم تحطوا إشياء بالتش مثلا الخس كتير كتير فكرة منيحة، بتجيبوا الخس الورق البراني بتغسلوه كتير منيح وبتنشفوه كتير منيح وبتحطوه عازل بين الخبزة والحشوة مثلا لبنة، إذا كان في جبنة مثل جبنة الحلوم أو جبنة العكاوة هدول ممكن يخرجوا شوية مي، فهيك بتخلوا هالبارير هيدي وبتضل الخبزة كتير منيحة وما بتأثر. انا مثلا مثل اليوم جايه تنقول جايبه معي سلطه فيها تونه، بفضل انه احط ايس باكس بقلبهم اذا كان الولد بيقدر او بالمدرسه بيسمحوا له يقعدوا وياكلوا ياكلوا اشياء. واذا كانوا الساندويشات فيهم مثلا عاملين ساندويش تونه للولد او ساندويش بيت اك سالاد اللي هي كتير كتير طيبه احسن، خاصه بايام مثل هلا في شويه حراره بنحط ايس باك كتير صغير بكعب اللانش بوكس، هيك ما بنضلنا مطمنين بالنا انه هالساندويش رح تضل منيحه للساعه 12 اذا اضطر ياكلها. أكيد أنا كتير 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 بحبز أنه توقفوا كل الأجبان يلي بتمرغ يلي هي بتشبه اللبنة بس منا لبنة، لأنه هيدي خاصة 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 إذا بتنباع برات البراد. تخيلوا شو عم بحطولكن لولادكن، هي كلها زبدة أو زيت منزدلوا تطعيمة تيصير جبنة وتلوينة وكتير اشياء، حتى لو كان لونها ابيض هي ملونة تتكون صارت لونها ابيض، وهي زيت اذا بدكن وشوية بروتين الجبنة والباقي طعمة واشياء. هدول اشياء كل شيء سبريدبل وقفوهم كليا، ان كان شوكولات او تشيز او سويتند بينات باتر. يعني انتبهوا كتير كتير لانه البينات باتر تبع صحي وسريع هو منه شيء، هو 100% فستق مطحون فيكن تعملوه بالبيت انتو، بس ما تشتروا ابدا 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 البينات باتر الموجود بالسوق. بليز قروا المكونات الغذائية حتى لو بيقولولكن 80% بينات و 20% سكر، في اوبسيون احسن يلي هي 100% بينات بلا سكر بلا سمنة بلا زبدة، وخاصة اذا كانوا قاسين لانه المواد اللي بحطوها حتى يجمد البينات بطر وما يفصل عن بعضه هي مواد كتير كتير مضرة وأبدا منا منيحة للصحة. فإذا بتكون تشتروا بينات بطر بتشتروا يا تبع صحي وسريع أو بده يكون 100% بينات مكتوب عليه، هيك بيفصل يعني بتحسوا الزيت صار فوق والعجينة تبع البينات تحت. أكيد أنا كتير 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 بحبز إنه الواحد يكون في فرايتي بالساندويشات اللي عم بيعطيهم للولاد، مش كل يوم زيت الساندويش، إلا إذا الولد هو مصر كل يوم على اللبنة كل يوم على الزعتر كل يوم على الأشياء الصحية على البينات بطر. ما تجبروه ياخد مثلا مرتدلة، ما تجبروه ياخد سبريدبل تشيز أو جبنة بتنمرغ، أكيد لا. إذا كان الولد ما عنده عقدة، لأنه هلأ عقدة الولاد إنه ياخدوا مثلا بتابروير شوية فواكه أو هيك
كتير حلوة الفكرة إذا بتعطون بروكولي أو مثلا بتعطون أرنبيط، إذا بتعطوه تفاحة موزة إشياء هيك كمان بيكون رائع. حتى فراز هلأ فينا نحط له نيهم بشوية علبة. وكمان أنا بنصح على طول على طول على طول بالمدرسة برات المدرسة قبل الترويقة بعد الترويقة إذا ابنكم عطشان، وإذا عطشان ضروري جدا 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 ما يشرب إلا مي. إجرام إجرام إنه تبعتوا مع أولادكم جو وتعلمون إنه هذا الشيء بيشربه مع الأكل. الجو شيء كتير 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 عاطل، كله سكر نهائيا ما بحبزه بالمرة، يعني بالمرة بالمرة ما بلاقي في سبب على الإطلاق إنه ابنكم كل يوم يروح على المدرسة معه كباية جو أو تنك جو، لازم ياخد معه مي. شو بيقولوا بنترحم على الايام يلي كنا نروح نشرب فيهم بالحنفيه بالمدارس. عن جد عن جد عن جد مثل ما بمعظم بلدان العالم هيك بيصيروا، ثلاث ارباع الاولاد بيروحوا بيشربوا من الحنفيه، بيوفروا زباله هالانان البلاستيك. ويا الله يا الله على لبنان شو عم بيصير فيه. على كل حال هالاشياء العاطله اللي احنا كلنا عنا هوس بنروح على السوبر ماركت وبنصير نجيب علب 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 تنعطيهم للولاد. ان شاء الله يا رب عبر برنامج صحي وسريع عم تستوعبوا قد ايه الشوكولا وقد ايه الشيبس وقد ايه هالاشياء المصنعه بالمصانع كتير 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 عم بتضر بصحه ولادكن. عم نلاقي امراض على المدى الطويل منا منيحه ابدا. فقد ما فيكن قد ما فيكن قد ما فيكن خفف وجودها بالبيت. واذا كتير ضروري بنحط 25 جرام وخمس اشياء منجيب بالجمعة، وجربوا قد ما فيكن ما تكتروا منهم للولاد. يا تيتا ويا جدو ان شاء الله تكونوا كمان انتو عم تسمعونا. وانا كمان اخر نصيحة، مش ضروري الولد ياخد معه مصاري على المدرسة ابدا 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 ابدا. ضروري جدا انه بالفرصة بدل ما يكون واقف صار له ساعة عم بيشتري قرن بوزة او لوح شوكولا يكون عم بيلعب وينط، لانه الدراسات العلمية اكدت وبرهنت قديه هالشي مهم على المدى الطويل، انه الولد بين الفرصة والفرصة يكون راح نط وتعب وركض ياكل الساندويش زلطة زلط ويروح يلعب 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 ويرجع يكمل نهاره الدراسة. اسم الله اسم الله شو هيدا جو يخزل العين. شتي 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 الواتسابات. اوكي برجع بذكركم بارقام الواتسابات 0398919 واتساب تبع جرس سكوب طبعا. وكل حدا بحب يعمل فحص دهن مجاني بعيادات صحي وسريع الاربعة، كمان ما قالوا غير يكتب لنا كلمة فحص دهن وبدأ على العادة طبعا على 0595888. وبليز بليز بليز اذا حدا هيك عم بتخشخش لانه للاسف ما خص الجرس سكوب بحد ذاته، خص شو بقولوا جغرافية لبنان، في جبال وفي هيك وقريبين كتير على قبرص، اوقات بيصير في تشويش. فوتوا على الجرس سكوب اف ام الابليكيشن او على الويب سايت جرس سكوب اف ام حيلا السلولار، وبتحطوا لايف ستريمينج بتسمعونا بلا اي انقطاع بثي. كيف هاي البثي 100%. حدا سألني عن الانترميتنت فاستينج اذا فيني فسر شوي عنه، اكيد فيني فسر عنه. نحن بصحي وسريع كتير منحبه وانا بآمن فيه، بآمن انه بيساعدني ما جوع كتير هاد الشغلة اللي نحن بنعملها. بس كمان انا بآمن انه الكمية الاكل اللي احتكلوها بها 8 ساعات اذا كنتوا صايمين 16 ساعة، ان اكلتوها ب 24 ساعة واكلتوها ب 8 ساعات هي زيتها. بس ممكن لبعض العالم مش لكل العالم انه لانه عم نحصرها بهست من ساعات تخفف من كمية الاكل او تخفف من الجوع الغير مبرر. اوقات فينا نجرب، واذا عجبتنا السيستم وحسينا انه فينا نعيش عليه كل حياتنا فنحن منتابعه. شرط انه يكون في رجيم صحي وسريع بهتمن ساعات، مش حيلا شيء. في ناس بتفكر انه فيها تاكل شو ما بدها بهتمن ساعات، الجواب اكيد لا، مش ضروري ابدا ابدا ما فيهم ياكلوا شو ما بدهم. Hi Monique, I'm a mother of a premature twin, 3 months old, exclusively breastfeeding, giving formula milk only once daily. But my baby's breastfed for more than half an hour, sometimes 45 minutes, and they're still hungry. I help them sometimes with some freezed breast milk. What to do to increase my milk supply so they get satisfied only from breastfeeding? I'm afraid that after I'm out of the freezed milk, I will be obliged to give them formula. Please help me. Madam Await. الطريقة الوحيدة تتعرفي إذا أنت حليبك منيح يلي هو most probably هو منيح، إنه تخديلن وزنهم لأولادك عند الحكيم وتشوفي إذا عم بيزيد وزنهم. وإذا عم بيزيد وزنهم عم بيطلعوا على الكورب طبيعيا. طبعا أنت ما فيك تقارني أولادك لأولاد عادي، لأن أولادك خلقانين
أول شيء توم سو أرادي بيكونوا أضعف من غيرهم، وتاني شيء توين بريماتشور. سو إذا الحكيم مبسوط وبعدهم على ذات الكيرف وعم بيطلعوا شوي شوي، أنا بنصحك أنه تكملي بهالطريقة هيدي. تجيبي ملك حليب كتير، لازم تشربي مي كتير كتير كتير، ولازم تاكلي بطريقة مظبوطة ما تخففي أكل، ولازم تنامي، هيدي أهم شغلة. وأكيد أنه اليوم في سبلمنتس موجودين بالفرماشية، في ناس بيأمنوا فيهم وفي ناس ما بيأمنوا، بس بيك تاخدي كمية كتير كبيرة على شي جمعتين لحتى تقدري تجيبي حليب أكتر. وهن من الفينوغريك باسمهم، سو بيست على الفينوغريك، في كذا نوع بالسوق ما عم نعمل دعاية، ف ممكن هيدول يساعدوك. عدا ما تبقى إذا بدك تحكيني أهلا وسهلا، لأنه لنفهم أكتر شو الوضع. Morning dear Monique, thank you. بالنسبة لك عم بت هيدا، في حدا بيقول لي هاي، what is cranberry in Arabic؟ توت بري، ما في له كلمة، بس فيك تسميه توت بري. في حدا كتير مهضوم بعت لي فحوصات الدم، شو بعمل يعني اذا بعت لي فحوصات الدم؟ حتى ما في سؤال، ومش فحص، فحص 2 3 4 5 صفحات وبلا سؤال، شو بعمل فيهم يا مسيو خوري؟ وفر مشوار حكيم، اكيد انا مش حجاوبك اصلا، حتى لو جيت لعندي على العياده كل شيء طبي الحكيم هو اللي لازم يشوفه، نحن اخصائي تغذيه وطبعا بنفهم فيهم، بس اكيد ننصح على طول انه يكون المرجع الاساسي هو الحكيم. بونجور مونيك. مونيك عندي سؤال، ماما طلع عندها ترقق عدم بسنسلة الظهر، وقال للدكتور لازم تعمل سبور، فأي نوع سبور لازم تعمله؟ المشي منيح؟ أكيد المشي لأنه منيح، قال لحيلا سبور هو. المشي كتير كتير منيح، كل أنواع السبور يلي بيكون فيها ويت بيرينج اكسرسايز بيقولولا، يعني أنه أنت عم تمشي وعم تحمل جسمك على أجريك وعلى عظمك، هل هيك بوف بوف بوف، هيدا إجمالا بيحرك العظم وبيخليه يتجدد أكتر من العادة. معي تليفون، معي اتصال على 0595888855. ألو بونجور مونيك. بونجورين. بس بدي اعطيها تيبس للمدام يلي دقت لك عندها فريندز بس فيدينج، بدي اقول لها اهم شيء تكون ريلاكس اوكي وتنام منيح، يعني هيدي اكثر شيء، لانه ستريس والتعصيب ما بيساعدها ابدا. مزبوط. ريلاكس توتالي، المي مثل ما قلتي، ودراي فروت، يعني كل شيء لوز وجوز هو اللي كثير بيساعدوا، بس اذر ذان ذات يعني لانه تاكل زياده ولا شيء بيكون كثير منيح. هيدي لانه انت ام لاولاد توم وعم تعطي نصيحه 100%. انا اي بريستد ماي بوي فور 6 مانث اكسكلوسيفلي، فعم انا شو معقول يساعدها انه مشان يكون الحليب احسن. كمان سالت انه اولادها بضلهم 45 دقيقه على صدره تيشبعوا، هالشي كان يصير معك؟ كان يصير مع ولد، لا هو كان ياكل بطيء، والثاني لا الثاني وزن 10-15 منت يكون شبعان. لهيك اوكي كنت تحطيهم اثنيناتهم على صدرك بذات الوقت، واحد على الشمال واحد على اليمين؟ لا ما اقدر كثير، يعني هي صارت مره او مرتين، اتس نوت ايزي، مانا كثير براكتيكال. اوكي. بس بقيه الاوقات اي يوز تو بامب لواحد والثاني بريست فيد، يعني ونوع بين الاثنين، يعني واحد اعطيه بيزرون بس من حديده، الثاني على صدري. طب وحليبي كان يقدر يأدي للاثنين؟ توتالي يعني ما عملت ابدا 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 شيء، وما اكلت زياده ولا شيء ابدا، وكان الحمد لله يعني بيرفكت، كثر خير الله. كثر خير الله، سبحان ربنا. اي الحمد لله. بس هلا بدي اسالك سؤال، هلا بعرف انت هاو ماتش ريكومند انه ما لازم نعطي فورمولا للاولاد بعد عمر السنه، بس عم عاني انا انه الاولاد ما عم يتقبلوا الحليب الليكويد ميلك، جربت مليون طريقه بس ما عم يتقبلوا، سو شو احسن طريقه تقدر اعملهم هالسويتش سموث لي بلا ما يعملوا هالريزيستانس؟ فيري ايزي. انت عم تعطيهم تنقول 180 سي سي من هيداك الحليب. مزبوط. اوكي يلي مزبوط. هو ما بيسوى ومنه منيح، واكيد اكيد صح. اكيد لازم توقفي. صح. بدل 180 سي سي اليوم بتجيب الليكويد ميلك، بتحط 100-160 20 سي سي من الليكويد ميلك وبتعطيهم ببرونه، ما حيلاحظوا الفرق. اوكي. تاني جمعه بتصير 160، بتصير 140 وال80 من هوليكي. اوكي يعني تدريجيا كل جمعه بتاخدك القصه يمكن شي شهرين، بس تتعرفي انه انت عم تعطيهم شيء كتير كتير محلى
ومدعم وعنده طعم فانيلا وعنده اشياء كتير. مشان هيك الفكره انه انا بدوق كل شيء قبل ما اعطيهم اياه حتى الدواء. يعني انا دقته لهيدا الشيء حسيت حالي عم باكل مهلبيه. هي هو مهلبيه يعني كثير فخري وكثير ثقيل. يعني تخيلي انه الحكمه بلبنان وبيوصفوا لاولادنا ما حدا عم بيصدق. يعني انا مشان هيك غيرت بالدياتر لانه كان يقول لي لا ستيك تو ذس ميلك. غيرته برافو لانه حسيت هو كثير كوميرشال. رحت لعند غير حكيمه قالت لي لا ما تعطيهم ابدا من هيدا الحليب. ما جبنا حكيم من 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 سمعتينا من جمعتين عم بيحكي انه بامريكا ما بيعطوا غير حليب من البراد بعد عمر السنة. يعني هيدي ما بتصير ما بتصير غير بالبلاد المتخلفة. وين ما كان يعني انا ماي كوزنز عايشين بامريكا تانين عايشين بفرنسا كله بيعطي ليكويد ميلك. اكيد اكيد مدام ما حدا بيعطي فاصوليا مخصصة. اصلا الحليب منه بقى شيء هالقد كتير 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 مهم. يعني يعني بين ما يشربوا اذا قلتي لي ما قبله بفضل ما يشربوا بقى حليب خالص. ما له لزوم ابدا ابدا اذا بياكلوا فاصوليا ولوبيا وكوسة وملوخية وبياكلوا سبانخ شو بدي بقى بالحليب. انا خلص معك حق. وبعدين عم بتروقوا لبنه وجبنه اكيد بالزيادة مدام. صحن كشك صحن كشك بقديني يعني ما تعتلوا هم ابدا ابدا ابدا. وانا بتحمل مسؤوليه كلامي وهيدا مسجل على الهوا اي هيلد ماي سيلف ريسبونسبل انه انا عم بحكي الصدق وما لي اي مصلحه تجاريه بالموضوع. ما عندنا فك مونيك ابدا. ما عندنا فك يعني الا بنسمعك اكثر من 10 حبيبتي. انت يعني كوركت يعني ثانك يو سو ماتش. اوكي يلا باي. دكتور مدام مونيك انا بس بدي اسالك شو رايك بالكيتو دايت؟ هل هو صحي بضاحي شو بيعمل؟ ميرسي لك. انا مني ضد. بعد 25 سنه لو سالتيني هذا السؤال كنت جديد مخرجه من الجامعه كنت رح اقول لك اي ولا وباتاتي وباتاتا واتكنز ما بيسوى وهيدا ممنوع. هلا اليوم بقول غير شيء. هلا اليوم لو صار في برقبتي خبره بقلكن كل شيء بيلبق لكم وكل شيء انتو فيكن تعملوه كل حياتكن اعملوه. لانه بين ما تضلك مثلا وزنك 85 كيلو لانه اخصائية تغذية قالت لك انه لازم تاكلي هيك 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 وانت ما عم تقدري ما في غير الكيتو دايت بيمشي لإلك ما في مشكل مدام. اكيد ضعفي وعمل الكيتو دايت اهم شيء to stick to the system all your life. هون تجي خبرتي بتقلك انه انا حسب خبرتي ما حدا بضاين على الكيتو دايت عايش بلبنان. اول شيء انا ما بحبه ما بامن فيه كله دسم. نحنا شعب بنحب الفاصوليا واللوبيا مجدره بنحب المنقوشه بنحب ناكل من كل شيء بننعزم كتير. نحنا منا امريكان. نحنا ما بننعزم مره بالشهرين عند حدا. نحنا منا عايشين لحالنا كل حياتنا حتى نوصل على البيت نسلق بيضتين وناكلهم مع افوكا ونقول نحنا تعشينا. نحنا يا امنا عملت لنا فاصوليا يا جارتنا بتبعت لنا صحن مجدره. يعني نحنا حياتنا الاجتماعيه ما بتسمح لنا نتابع الكيتو دايت. فمشان هيك على المدى الطويل رح توقفي وكل كيلو ضعفتي لانك وقفتي لح ترجعي تنصحيهم. فأنا مشان هيك بقول إنه أحسن شيء تلاقي سيستم بيلبق لك وفيك تعيشي عليه كل حياتك وتبلشي فيه تضعفي عليه وتضلك عليه كل حياتك. أنا ما قدرت أعمل الكيتو دايت أكتر من 48 ساعة. بتذكر هذا النهار مثل يمكن مثل اليوم عم بعمل برغل بتفين عم صبلهم لأولادي وأنا لأنه بدي جربه تشوف شو العالم كيف بتعيشوا أنتو. انه اكيد لقيته شيء كتير 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 هبل. يعني انه انا اخصائي التغذية عم طعمي ولادي برغل بتفين يعني في برغل وحمص وكاسة لبن وبجي باكل انا بيضتين مع شقفة افوكا. ام سوري يعني بس انا نو it doesn't work with me. انا كمونيك ما 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 قدرت عليه ابدا ابدا. ما فيني اقل من 24 ساعة يعني عملته نهار ونص. يعني تاني نهار على الغدا كان اوريدي افريرا. بس اذا بيناسبكن وانتو قادرين تعملوه كل حياتكن جو اهد ما عندي مشكل. اهم شيء تضعفي لانه بين تعمل الكيتو وتضعفي وبين ما تعملي شيء ويضل وزنك 90 كيلو لا بفضل اوبشن اي شرط تعمليه كل حياتك لانه مش مهم تضعفي مهم ما ترد اللي ضعفتيهم. لولو طيب ابني عمره سنة وأربعة أشهر وزنه 10 كيلو منيح هيك وزنه؟ جواب بعد الفاصل. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك.
منكمل مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع، ومعكم برجع بذكركم طبعا اخصائي التغذيه مونيك بسيلة زعرور والمخرج جو جرجيس. شو ما بدكم تسالوني فيكم تبعتوا لي الواتساب على 0398919199. مين ما بده يعمل فحص دهن مجاني بعيادات صحي وسريع فيكم تتصلوا، فيكم تبعتوا لي هلا كلمه اسمها فات تيست، او بتتصلوا دغري على الاداره 7880097 وبتاخذوا موعد بين اليوم. اليوم تاخدوا الموعد، مش ضروري اليوم تعملوه، من 12 للأربعة اليوم نحنا بنفتح الأوفر لكل مستمعي جرس أسكوب. ابني عمره سنة وأربعة أشهر، وزنه 10 كيلو منيح هيك، ووزنه إجمالا أنا ما بتصور في مشكلة أبدا، بس مدام قبل عمر السنة الحكيم بحطه هي بلوتسهم على طوله ووزنه، وهو الحكيم يلي بيقلك إنه إذا منيح أو لا. أنا طالما هو على المعدل 50% إجمالا بتقبله، وبفضل الأولاد يكونوا ضعاف، خاصة إذا أنت بيأكل مظبوط، ابنك بيأكل كل شيء مش عايش على الحليب بس، ما عندي أي مشكلة من هذا الموضوع. أنت كأم مش لازم تخافي على وزنه، لازم تخافي على عوايده الغذائية حتى بعمر هالقد صغير، لأنه من هالعمر هيدا نحن we develop the way الولد بيأكل كل حياته. معي اتصال؟ لا قطع. أوكي بونجور مونيك، أنا هلأ عم بسمعك، بدي أرجع أسألك I'm not sure من الموضوع الحليب الفورمولا للولاد، بين الحليب العادي وبين الحليب اللي بنشتريه المدعم بالفيتامينات، إذا بتريدين تفيديني فيها. وشو أكتر حليب بيستفيد الولد من عمر 3 سنين لعمر 10-15 سنة لوقت ما بيكمل عم يشرب؟ مدام حكينا قبل شوي، بتصور انت بعتت الفويس قبل ما اتصلت الام اللي عندها ولدين واللي قالت حكينا عن هذا الموضوع، ونحن اكيد 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 منحبس بعد عمر السنة وقت الولد يصير ياكل كل الاكل انه ينزل consumption للحليب، ويشرب اذا بده يشرب حليب العادي. العادي ممكن يكون البودرة يلي انتو بتشربوه، لانه اليوم كلفة الليكويد يمكن تكون غالية، بس العادي البودرة يلي بتروبوا فيه لبن، اوقات ممكن يكون محطوط عليه فيتامين A and فيتامين D، بس ما بدنا شيء مخصص للاطفال. ممنوع الحليب المخصص للاطفال نهائيا، كله سكر ومهلبية مثل ما قالت المدام، وبس تعطوه ياهن، ومش ضروري إجباري أبدا 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 أبدا. الإجباري يأكل مجدرة، الإجباري يأكل فاصوليا ورز، الإجباري يأكل ملوخية، الإجباري يأكل سبانخ، هيدا الإجباري. بس إنه يشرب حليب أهين شي للولد، وأكتر شي بيضر سنانه، وأكتر شي بيأذيه، وخاصة الكارثة إذا كان محلى. يعني بليز وزارة الصحة، بليز 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 طلعوا قرارات نصاحة عند الولاد بلبنان. ما بقى تحمل هالعادة الولد يصير يعمل هالقد، ياخد كمية سكر بعمر هالقد صغير. بليز بدنا حاجة، بدنا الدولة تتدخل. بليز بليز بليز. صباح الخير، ابني صار عمره 4 شهور، فيك تخبريني كيف نهار؟ بدي أقسم له بين الحليب والأكل، ولما نخلص الخضرة والفاكهة بشو بيجي بعده؟ شكرا يا الله. هذا الموضوع كل جمعة بيكون عنا سؤال مدام، بفضل انك يعني تجي على، لأنه عن جد بياخد كتير وقت وكتير كتير تفسير. تعرفوا شو، لح اترك لكم لحلك شي، بس بلشي خضرة وفاكهة. فيك كمان بعدين تبلشي تعملي له شوربة وتحطي له فيها مثلا شوية دجاج، تقسميها وتحطيها بالفريزر. أكتر من هيك هلأ ما فيني أحكي، لأنه عن جد كتير بياخد وقت، كل جمعة بحكي عنه. فضل تاخدي موعد وتجي تشوف فينا بالعيادة صراحة. شو رأيك بهيدا؟ ييست شعير يعني، أو خميرة، ما بعرف. لارج فليكس نوتريشنال ييست. ما دام أنا بحب أتروق عروسة لبني، أنا يعني ما عندي هالعقدة الأمريكانية أبدا. بعرف إنه الأمريكان إذا جابولنا شيء بأكلنا هو إنه خربولنا أكلنا، يعني ياريت منتمسك بكل شيء لبناني، ياريت بترجعوا بتتروقوا شوية فول مدمس، بتتروقوا بيض مقلي، بتتروقوا مثلا كشك، بتتروقوا إشياء طبيعية. مش غلط مدام، أبدا أبدا. هلأ هيدا اللي عم تحكي عنه أنا ما بعرفه، مش ضايقته لليست هيك إنه أخده خميرة، يعني ما بعرف عن شو عم نحكي، بس إنه I don't know what you are talking about صراحة، مش شايفته. صباح الخير، يعطيك العافية. أي شيء أفضل، الأسود والأبيض أو الأخضر؟ شاي كيف ما كان، هي نبتة هي زيتها، إمتى بتنشال عن إمها، فالبتكن يشربوه من الشاي، ما في أي مشكل. معي اتصال. ألو ألو بونجور، أهلا، كيفك مونيك؟ كتر خير الله. لكي حبيبي، أنا كان إلي شي 3 سنين عم بعمل دايت وصبت وزني الحمد لله. برافو. بس إلي من شي 6 شهور بالليل شوي عم خبط بالأكل،
كلفوني كليان. بدي نزلتي؟ بدي نزلت 15 كيلو. سو صرت راجعة كليان؟ صرت راجعة كليان بس. اوكي عم تعمل سبور؟ ايه كتير. برافو معلش. في كيلويان بدهم يرجعوا، مهم انت ما بقى تخبصي كتير بالليل. شو يعني عم بخبص بالليل مثلا؟ يعني انا بعده كل اكلي بالنهار هو زيته الكونتيتي وهيلثي وكل شيء، بس الليل عم باكل فريك زياده، ايام عم باكل بزر، ايام عم باكل بوشار، ايام بيطلع بالي بوزه او شيء. بس انه خلص صار عندي مثل مشكله بالليل انه انا بدي لاقمش شيء، بطل في اوقات بدون ما اكل شيء، بس بالنهار خلص. اي ساعه عم تتعشي؟ شيء 8:30. سو 8:30 بتاكلي، واي ساعة بالليل؟ لشو 8:30 شو هو منه بالليل؟ بلا بالليل، بس انا نايم ولادي وهيك لا اقعد اكل. ولادك اي ساعة بيناموا؟ 8:30 بس يفوتوا على التخت، بعمل ترتينتي انا او الصلاة تبعولي وبقعد برجع باكل فواكه على طول وراها. كنت حتى بالدايت اكل حتى فواكه، هلا صرت اكل اثنين معهم شوية بزر شوية بشار، بس انا خايفة انه اذا ضلت هيك. لا مدام بدك ترجعي تنصحيهم. ايه لا ما لازم، لازم توقفي بالليل، ما ترجعي تاكلي. يعني السيستم اللي ضعفت عليه لازم تكملي عليه على طول. عن جد قد ايه وزنك اصلا هلا؟ صرت 60. اوكي كنت 58 أكثر. يعني كنت 58 صرت هلا 60 او هلا صرت 62؟ لا صرت 60، كنت 58 صرت 60. ايه جربي جربي بالليل وقفي. يعني انا بقول على الساعه 9 لازم تفرشي اسنانك وخلص، نو مور ايتينج. هالنفتي ما انا عم بقول لك لا اعرف اذا في شي طريقه بالليل. لا لا ما فيكي مدام، اذا كل يوم على الساعه 9 بدك ترجعي تاكلي شيء بده ياثر. ايه لانه اجمالا ايه كتار 2 كيلو بست شهور؟ لا مش كتار، ومش كتار وطبيعيه ومنه غلط ويعطيك الف عافيه ومنه شيء، بس اذا خايفه يرجعوا ينصحوا هيك بترجع بدي اياك تضلك منتبهه على حالك حتى ما ترجعي ترديهم، عرفتي؟ ايه انا خايفه، انا عم بقول لك لانه خايفه ارجع ردهم لانه انا كثير تعبوني كلفوني تعب 3 سنين. يعني انتبهي على حالك، ما بقى فيي طول. اوكي طيب اوكي كرم عيونك. اهلا وسهلا. اهلا باي باي. جوزي بده يسأل عن هذا المنتوج إذا بيضر أو لا، مش رح يصدق إلا إذا بيسمع منك. شو هو هالمنتوج؟ ما بعرف شو بده أقرأ. بدنا نقرأ. أول انجريديان هو سكر، بودرة حليب مجفف منزوع الدسم. دغري دغري أنا بس أقرأ سكر أول انجريديان مدام. شو ما كان لو عم عم تشربيني شو ما كان، أول انجريديان فيه سكر يعني كارثة، من الكوارث اللي ممكن إنسان يشربها. بودرة حليب مجفف منزوع الدسم بيشيلوا الدسم، بس تخبركن ليه بيشيلوا الدسم من الحليب؟ لأنه الدسم زبدة والزبدة كتير غالي، فهن أحسن لهم بكتير كتير كتير يشيلوا الدسم من الحليب، مش حتى يعملوا لايت، لحتى يبيعوا الزبدة ويرجعوا يحطوا لنا بدل الزبدة اللي شلوها هي الانجريديان اللي بعدها، اللي هو زيت جوز الهند الغير مهدرج كمان. يعني عم بحطوا لكم زيت جوز الهند بدال الزبدة بهدوليك البلاد، بيكون أرخص بكتير بكتير بكتير. شراب الجلوكوز كارثة على البشرية، يلي هو جلوكوز سيروب يعني ماشي قطر، يعني قطر. قهوة سريعة التحضير، بودرة الكاكاو، بودرة الكاكاو منخفضة الدسم. ليش منخفضة الدسم؟ لأنه أغلى شي بالعالم هو الكوكوا بطر، فبيشيلوا الكوكوا بطر يلي هي أغلى 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 شي بالكون، يمكن من أغلى أشياء هي زبدة الكاكاو، فبيشيلوها وبحطوا لكم أنتوا هون بودرة الكاكاو منخفضة الدسم. لاكتوز يعني نوع من السكر، ملح. شو في شيء منيح مدام هيدا هيدا شو هيدا؟ ما بعرف عن شو عم نحكي، بس اكيد 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 ماما بفوت على بيتي. يعني مارون بعت لي نكته، امي انا جوعان انطور ليجي خيك. ليش معه بس شو هيدا باسورد الطنج باسورد الطنجره. اوكي هاي مونيك، كيف بنعمل بينات باتر؟ ماشي مدام، نحن البينات باتر اللي بنعمله بصحي وسريع هو انه احنا بنجيب فستق بنحطه بمكانات كتير كبيرة بمصانع يعني، وبيطحنوا على الطحن بيدوب، لانه على الحماوة بيدوب بيدوب بيدوب. ماشي ماشي ماشي، ما بتزيدي له شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء وبس. هلا انا كنت جرب اعمله بالبيت كانوا يتكسروا، اذا عندك مكنه كتير قويه جو اهد وشو فينا نزيد له ليصير اطيب. ولا شيء مدام، نحن ما بنزيد له شيء وهو كتير كتير طيب. كيف فينا نعمل هيلثي عجه نقدر نعملها ساندويش للسكول؟ بتعملي بيض مدام عادي، اذا بدي اذا اولادك بيقبلوا بتعملي لهم سكرامبلد اكس، بيضه وحده بتقليها بالطنجره، واذا كانوا ولدينك بسرعه بتحطيهم الطنجره بتحطي لهم اياها، بتحطيها بخسه
حطيهم شوية بيض، شو ما حد ممكن يحطه بقلبها. هلا في اوقات فيك مثلا تحطي بندوره صغيره، شويه خضره، تعمليهم مثل اومليت وترجعي تحطيلهم اياها بالساندويش. كتير 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 فكره رائعه، واكيد اكيد اكيد مليونين الف مليار مره ساندويش بيض هيك، ولا ساندويش لحمه مبرده من البرادات. ما بتعرفوا قد ايه فيهم نترات وقد ايش مضرين. واليوم على بكره اجاني مقالة ريتا بتحكي عن الدخان الفيب، وعم بيحكوا قديه خطير وقديه عم بيسبب لون كانسر بكل العالم، وقديه عم بيخبوا دراسات عنه، وقديش قريبا جدا ممكن ان الله راد بامريكا ينمنع منعا باتا، لانه كتير كتير عم بيسبب بكانسر. خليني بس اشوف اذا بلاقيها للمقالة، اذا بعدها عندي بالحيها. E-cigarettes under fire as illness increases. Could it be the beginning of the end of e-cigarette craze? Federal health officials announced in September that they are moving to ban the sale of non-tobacco flavored liquids used in cigarettes. These products, which often mimic candy or fruits, have been blamed for getting millions of teenagers and young adults to take up e-cigarettes known as vaping and moreover to become addicted to nicotine. وعم بيلاقوا انه كتير زاد مشاكل اللون كانسر من وراهن، فالعالم اللي عم بدخن سيجارات e-cigarettes ومفكرة حالة انه عم تعمل شيء منيح. في دراسات علمية قبل اجتنا كمان اكدت وبرهنت انه اذا عم بيعملوها ان كومبينيشن مع نوع السيجارة التانية عم بتزيد مشاكل القلب. واليوم لح تتوقف ان الله راد يا رب يا رب بأمريكا، لانه كتير 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 عم بيزيد اللون كانسر من وراها. هاي مونيك، كولد كاتس كان بي ريبليسد باي وات؟ كولد كاتس كان بي ريبليسد باي انيثينج. ممنوعين الكولد كاتس بالبيت كتير منعا باتا. يعني انا مثلا بجيب 100 جرام تركي او جامبون لكل الجمعه، نحن سته، واوقات كتير 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 بكبهم وبتمنى كبهم. ياي احلى شيء، انا الشغله الوحيده اللي بحب كبها هي الكولد كاتس بالبراد، لانه بجرب قد ما فيه خفف منها بالمدارس او شيء. وفينا نعمل بدالهم ساندويش زيت وزعتر، من احسن واحسن ساندويشات على وجه الارض. ساندويش بينات بتر تبع صحي وسريع فقط، ساندويش مثلا لبنه مع شويه زعتر، ساندويش حلاوه، ساندويش مربى. تخيلوا انه انا مونيك باسيلا زعرور اخصائيه تغذيه عم بقولكم اعطوه ساندويش مربى، واكيد ما تعطوا ساندويش تركي او ساندويش جامبون او ساندويش مرتديلا. إذا أردي منأكل تشيز أو دايري برودكتس، إيه خلص بالزيادة مدام. Regarding spreadable cheese we use tatati, they say it's better than other brands. مدام ما في spreadable cheese صحي، أوكي حطوها براسكن، هاي ما في spreadable cheese صحي. الجبنة يلي بتنمرغ هيدا بتجيبوها يا بيكونوا بعلب يا بيكونوا، ما بدي أقول أكتر من هيك يعني، فهمكن كفاية. بيكونوا منيح. هلا إذا كانوا بالبراد أشطف زوم إنه يكونوا برا، لأنه قدي حاطين لهم مواد حافظة تيضاينه سنتين مثلا برا. وكمان هي أحسن شيء يا عمي، نحن بلاد الحلوم، نحن بلاد الجبنة المشللة، نحن بلاد الجبنة العكاوي. يا عمي يعطوا ولادكم هالجبنة، ما تفرجون هديك الجبنة أبدا أبدا أبدا. شو هي بلدية بتعقد، وخاصة إذا اليوم معمول البلدية بطريقة أنه مرقة على الراديشن، يعني قتلين فيها البكتيريا. نحنا إذا بنعمل بطريقة نظيفة وهايجين شانكليش، في أحسن من الشانكليش بالعالم، وفيه يكون سبريدبل الشانكليش. بتعرفوا شو الشانكليش؟ أكلة صحية ما فيها شيء، بس هو بس تيعلموا الفلاح اللبناني يلي بيعملون يعملون بطريقة نظيفة، تكونوا مأكدين من نظافتهم، هذا اللي بهمنا. بس يعني أنا مرة شفت كنا بجبل أنا وأختي جاي من كندا، وكتير كتير مبسوطة أنه واو عم تحلو بالبقرة قدامها وهيك، وقالت لها عندك شانكليش؟ قالت لها إيه أنا عندي شانكليش. عم تحلو بالبقرة، حلبت البقرة وخلصت، طلعت على الدرج على سطح الدرج وكبتتت لها هيك شي 2-3 شانكليشات وعطتها إياهن. يي أختي شو مبسوطة فيهن، قلت لها هلأ عزبالي دغري دغري كبيهن، لا غسلت إيديا ولا ولا شي يعني. فهي الشغلة، وهي المرة مش ممكن بدها
بس ثقافة، يعني بدها بس حدا يعلمها انه لازم تغسل ايديك، تطهري ايديك وين عم تعمليهم، لانه نحنا ما بنطبخ الشانكليش وقتها بناكله. فشو كان معلق على البقرة، علق على الشانكليشات وبدي نفوته على بطنا لاختفى. بس هاي الفكرة. بس اذا انتو بتعندكن مصدر، مصنع بيعمل شانكليش بطريقة مظبوطة واكدين من نظافتهم، انه الشانكليش مليون مليار الف مرة مرغو شانكليش او مرغو مثلا لبنة مكعزلة، شو يعني في كتير كتير اشي عنا اوبسونات غير اللي بيجي من كوارث البحر من عنا ويفوتوا على البوريت. اعتمدوا على الاكل اللبناني، اعتمدوا على الاكل اللبناني، واعتمدوا على الاكل اللبناني. هالجمعة شفت شخص انه كتير 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 احواله المادية مرتاحة، كبير عنده شركة كتير كبيرة بلبنان، كل يوم بيطلب دليفري، بس قال لي من احسن مطاعم سريع الدلي، ولو انا ما باكل غير عند هيدا المطعم وهيدا المطعم وهيدا المطعم. قلت له عراسي وعيني، امك بتطبخ بالبيت؟ قال لي ايه بتطبخ بالبيت، بس انا عايش لحالي وانه ما فيني. قلت له ما عندك شوفير يروح يجيب اكل مثلا او حدا من العائلة بيجي على الشغل معك؟ قال لي مبلا، في كتير من عائلتي بيجوا من البيت تبع اهلي على الشغل. قلت له بليز بقت امك تكون عامله صحن مجدره بجيبه. قلت ما فيني اجيبه هيدا الصحن المجدره من هالمطعم. قلت له لا لا وميت لا، امك وقتها بتعمل صحن المجدره اكيد امك ما عم بتحط مواد حافظه، اكيد مش عم بتحط مكعبات، اكيد مش عم بتحط صوصات، اكيد مش عم بتحط كميه الملح اللي هن بحطوها. اكيد اليوم وقتها بتشتروا بايلا من مطعم ما بيهمه غير انه تكون الطعمه رائعه، صوت دسم دسم، والتطعيمه تطعيمه، والبودرات بودرات حتى يعطوكم اللون اللي بدكم تشوفوه. ما تفكروا انه انتوا اذا اكلتوا كبه من السوق مثل كانكم عم تاكلوا الكبه من البيت. ما تقارنوا عن جد، وخاصة إذا عندكن هالتشويس، يعني إذا فيكن تاكلوا من أكل البيت بليز كلوا من أكل البيت، بليز 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 قد ما فيكن. يا عمي عادوا بالبيت طبخوا نص نهار للجمعة كله. أنا مبارح وحياة عيوني هول اتنين كان الغدا تبعنا بيض وبطاطا مسلوقين، أطيب وأحسن وأغزة أكل وأرخص أكل على الإطلاق، لأنه ما كان عندي وقت. سلقت بيض وبطاطا وأكلناهن. شو هالأكل الطيبة والصحي والسريعة، وشو فيها شي غلط إنه واحد إذا تغديها؟ فبليز يعني انتبهوا. اليوم مثلا عم ناكل بقية أكلات كل الجمعة، كل يوم كان في شوي صحن اللي صحن صحن، هذا كل ولد نهار الجمعة بينقي صحن وبيأكله. مش ضروري الأكل يكون يعني كتير مقلمز حتى توقفوا تطبخوا بالبيت. إذا عم تشتغلوا فيكن تطبخوا بطريقة صحية وسريعة أكيد. هلو مونيك، I have hair fall problem for a long time ago and I started with biotin pills تاتاتي تاتاتا. اوكي ار ذيس بيلز؟ لا مدام، لا انا فيك تاخديهم، بس انه اذا عم بيغر شعرك بدنا نعرف ليش عم بيغر شعرك. اذا هالقد ماسف بدون كيموثيرابي، بدون ما تكون مولد جديد، بتكون مش عامله رجيم غلط، بدنا نعرف ليش، وبدك تشوفي حكيم متخصص بالشعر ليفهم لك اكثر شو الوضع. وفيك تاخدي فيتامينات يمكن مش غلط، بس اجمالا اجمالا مانك دو بروتين ومانك دو فير هن اللي بخففوا الشعر. كيفك مونيك حبيبتي؟ فيني حط السمك المطبوخ بالفريزر لمدة يوم واحد ولا بيضر؟ لا ما في مشكلة تحطيه، بس انه انا ما بدي اكله هيدا. يعني عم بتخيل سمك مسلوق ورجعتي حطيتيه بالفريزر؟ ابدا 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 ما بيطلع طيب. بدي اعلمكن علومية، كل شيء اجمالا فيه مي بالفريزر ما بتفرزه منيح، عرفتوا؟ الفريزر بتخربط الكونستيتيشن تبع المي بالفريزر. فمثلا اذا عندكم بندوره بدكم تفرزوها، انا بفضل انكم تهرسوها بالهاند ميكسر وتفرزوها. اذا بدكم تعملوا مثلا السمك فيه كتير مي اجمالا ما بيتفرز منيح، بس اذا عاملين روست وبطاطا بيوري، انا كمان كنت على الستوري تبع على ستوري هالجمعه فسرت لكم انه عملت كتير، فشلت شقفه روستو شلتها ما حطيت لها الصوص ابدا ابدا، فرستها لحال، فرست الصوص لحال والبطاطا بيوري لحال. هول فيكن ترجعوا، لانه بس ترجعوا تخلطوا الصوص بتخلطوا المي معها بترجع بتعشق المي وبترجع طبيعيه. وقتا بتعملوا مثلا شوربة للولاد الصغار، انا بعمل شوربة كمية كتير كتير كبيرة بقسمها حصص وبحطها بالفريزر. وقتا بحطها بالفريزر بتشوفوا انه الخضرة تحت بتفصل عن المي والمي بتصير هيك. بقلكن معلش بترجعوا بس تحطوها بالمايكروويف وتسخنوها، بترجعوا بتضربوها بالهاند ميكسر بتنبرم كلها وبترجع طبيعية. اذا فيكن ترجعوا تبرموها بترجع طبيعية، بس السمك اجمالا ما فيكن ترجعوا تضربوه. يعني الا اذا بدك تعمليه بيوري مرة الجاي، ايه اذا بدك تعمليه مثلا كبة سمك ايه ممكن.
لك سمعوني صوتكم اهتريت انا احكي 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 0595888 5. انا ببعت معهم بس ساندويش واحد زعتر او لبنه وكرواسان واحد بس. لشو الكرواسان مدام؟ لا شو. ولما بيجوا على البيت بيكونوا جوعانين بياكلوا من الطبخ اللي عملته. وين الفواكه؟ وين التفاحه؟ وين وين التوماتسوريز؟ وين الدراقه؟ وين وين الفواكه؟ بونجور مونيك، لو بترجع على التلفزيون ببرنامج مثل زمان ما بعرف. هذا انا مستعده بس ساقتني كبرت بالعمر. عافية مدام مونيك، كيفك؟ والله انا حبيت احكي لحتى اشكرك من ناحيه ايجابيه. ما كنت تحكينا عن جوزك بالزمان بجنيني وزراعه وما بعرف شو، ففشافت ارض حد بيتي شي 5 متار بمترين هيك، والله بقيت شي شهر اشتغل فيها مع انه ارض بور وعملتها جنيني وعملتها، وكل ما بطلع هلا بتذكرك. بدي خضره شي ما زرعت فيها، كل شي بتتخيلي زرعت فيها. يلا وقلنا سن نص عم ناكل منها. قد ايه حلو، عن جد قد ايه حلو. الحمد لله، بس انا حبيت احكي لاتشكرك. لك نيالك، ميرسي لك، نيالك. وانا كمان بي جوزي زرع وبناكل منه، ما بتصدقوا الارض هدول، هيدي الخمس امتار باتنين قد ايه بتطلع. مش عم نلحق خس، مش عم نلحق اسبانير، مش عم نلحق خضره، مش عم نلحق بندوره. يا عم من وين بيطلعوا؟ بقول له كيف هالارض هالقد صغير صغيره بتطلع هالقد خضره، وقديش شغله حلوه. وقديش بتعرفوا انه بكل بلدان اوروبا تيشجعوا العالم يعملوا هيك ويعطون هوبي؟ بتعرفوا قد ايه بتخفف من الديبرشن عند العالم؟ لانه احلى ما يقعدوا يارجلوا كل نهار بعد الظهر بينزلوا على جنينه بيعملوا شيء، بيعطوا اراضي وبيسمحوا لهم تستثمروها عبلاش هيك، مثل بتسيجها وبتزرع انت وبتهتم فيها وبأمنوا لكم مي وبأمنوا لكم اشياء. بركي كمان، بركي شي حدا من هالوزراء من هالنواب عنده شي ارض كبيرة ببيروت حابب هيك يساعد هالشعب اللبناني، يعطي شوية كيلكو شي يزرع. ما بتصدقوا بلبنان قد ايه بيطلع فواكه وخضره باراضي صغيره وبيعربشوا على بعض، بس مش يعني مستقتلين يطلعوا، بس خلونا نطلع بليز. يلا بريك لكن ومنكمل. بس في غنوة عم بتقلي ليش ليش بالدخان او بالأرجيلة بس بوقف بينصح؟ شو خص التدخين بالفات او بالنصاحة؟ اوكي، اذا حابين توقفوا الدخان وما تنصحوا خلوكن معنا بعد الفاصل. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك. منتابع مستمعينا الكرام بسؤال كتير 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 ضروري. بونجور مدام مونيك، ليش اللي بدخن او بأرجل وقت يوقف بينصح؟ شو خاصة التدخين بالفات او بالنصاحة؟ هو اللي بوقف تدخين عنده عدة اسباب ليه بينصح، وايه بتنصحه وايه حرزانة. اجمالا بتكسو 5 كيلو، بس التكسو 5 كيلو وبترجعوا فيكن تغيروا عوايدكن وما تنصحون. في كتير ناس قدروا ما ينصحوا أصعب، بس ليه؟ لأنه غيروا من عوايد الدخان للرياضة. وقت توقفوا الدخان ليه بتنصحوا؟ لعدة أسباب. أول شيء، الدخان ممكن يعلي الميتابوليزم تبع الإنسان ب 300 كالوري بالنهار. إذا بتجمعوا 300 كالوري بالنهار على 365 يوم بتقسمون على 8000 كالوري كيلو الدهن، بيطلع أنه بيطلع لكم كيلو، بيطلع لكم كذا كيلو دهن من وراء التدخان. اللي بوقف دخان بيرجعوا كل الخلايا بيتموا وبيشتغلوا بطريقة مظبوطة، لأنه بيبطلوا مسممين وعم بياخدوا هالسم منهم، فبترجع حاسة الطعم بتعيش وبترجعوا بتستلذوا بالأكل أكتر بكتير، وممكن هالشي يفتح لكم قبليتكم ببعض الحالات. اللي بوقف دخان إجمالا بيتعب لأنه إيديه بطلوا مسكين شي، فمشان هيك كتير كتير منضلنا نقولهم أنه يكون قدامهم في إشياء يا الطابل تلعب وفيها حتى تشيلوا ستريس، او يكون في خيار مقشر رفيع 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 حتى يعود، او في ناس بتحب تمسك دخان شو بقولوا بلاستيك، دخان بلاستيك هيك بس حتى يعملوا حالهم عم بدخنوا، لانه هي عاده بتصير عندهم. وطبعا انه انتم عندكم ادمان عم بتشيلوه من جسمكم، فهذا الشيء ممكن يتعب كتير. في كتير كتير اسباب ليه بتنصحوا، ومنا الى علاقه مباشره بالدخان هو ذاته، ومنا الى علاقه بالعوايد. فقال
نجمة للعالم توقف دخان بتنصح ما انه شيء مخفي اكيد، بس انا كأخصائي التغذية وكشخص عايش برعب من الدخان شو بيعمل عن بعض الاشخاص وقديش ممكن يسبب بالموت ان كان بالقلب او بالكلي، وقدي بيأذي القلب وقدي بيأذي الكلي وقدي بيأذي اجمالا كل اعضاء الجسم، قدي بيقصر العمر قدي بيبهدلكن باخرتكن. فانا بنصح كل العالم توقف دخان حتى لو على حساب 5 كيلو بترجعوا بتشلوهم بعدين، وإذا قررتوا من نهار توقفوا الدخان بلشوا رياضة، في أمل كتير 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 كبير إنه ما تنصحوا أبدا. الفيني جريك مدام ناس عم تسأل عن السابلمنتس اللي بيجيبوه من الهيدا، أكيد عملوا جوجل كتبوها بكل كذا طريقة ممكن تلاقوها وتفهموا أكتر منا. أنا في ناس بيقولوا إنه بيحلفوا فيها، في ناس بيقولوا إنه ما أثرت معهم، بس إنه فينا نجرب. How can I minimize my child craving for sugary body treats, especially that's not available at home? He is only exposed at school with friends, relatives, etc. بحسوا صاير مفجوع عليهم. مدام بدك تحكيني بليز تفهم ابنك شو بياكل وكيف بياكل، وهو مفجوع عليهم لانه هن كتير طيبين كلنا مفجوعين عليهم، كل ما بالطعمي اقل كل ما رح يكون مفجوع عليهم. اوكي يعمل لك كريزة مره بالسنه قدام العالم وبده وشو هالمشكله، وما ما ما تحرميه منهم، ما بحياتي حرمت ولادي منهم، بس بدهم نزلي روحي جيبي لهم بال من مثلا شيء انت وياه شوي، روحوا عند يا الله بتطلع احكي يروحوا عند دكانه يعطوه مثلا 500 ليرة ينقوا شوكولا بحبه، مهم ما يكون موجود بالبيت. هذا كل عم بقلكن عنه. البي 12 كتير عالي، كيف بدي وطيه بالأكل؟ البي 12 وقت يكون هالقد عالي مش أنا ما شفته صراحة، بس بدك تشوف حكيم لأنه ممكن تكون مشكلة طبية مش مشكلة غذائية أبدا. لو شو ما عملت بالبي 12 هو إجمالا ما مفروض يعلى كتير إلا إذا في مشاكل صحية بتأدي لارتفاع الفيتامين بي 12. Hi Monique, I did a sleeve operation 12 months ago. What's the best meat plan in order to maintain the muscles? Thank you. ما قلت لي قدي ضعفان، ما قلت لي شو عم تاكل. Please call me. رح ابعت لك الرقم لأنه ما فيني جاوبك هيك الجواب أبدا أبدا. إذا عامل sleeve بدي أعرف شو عم تاكل، كيف عم تاكل، قدي ضعفان، شو عم تعمل الرياضة، لأنه في كتير 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 ناس بيعملوا هالعملية اللي أنا ماني ضدها أبدا 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 أبدا، بس لأنه ما بيغيروا عوادهم الغذائية بيرجعوا بردون كلهم. فحكيني. اخ عملي معروف عملي لنا حلقه عن السكري. انا بالبقاع عم بقدر راجع شو ما بقدر اجي لعندكم، صحيح المراهق تصير بالمنبوذ بيصير يتكدس الدهن على البطن. شو كاتب جو؟ مش عم بفهم ولا كلمه. صحيح بس المراهق هتصير بالمنبوذ. صراحة مش بعتذر بس المرة حتصير بالمينوبوز. يا جو شو بيصير؟ شو السؤال؟ مرة بس تصير بالمينوبوز شو؟ بيصير يتكدس الدهن على البطن. مدام بس المرأة تصير بالمينوبوز بتصير تنصح أكتر لأنه في عضو بجسمها ما عم بيشتغل، يعني كأنه في معمل بجسمك طفيتيه، هذا كان يشتغل تا 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 عطر النفس 365 نهار بالسنة 24 ساعة بالنهار 7 أيام بالأسبوع، عطول 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 عم بيشتغل وعم بيفبرك هرمونات وعم بيهتم بالمبيض وعم بيهتم بالدورة الشهرية، هذا كله وقف إنه طبيعي، يعني محروقك خف بكمية يمكن كتير كتير بسيطة بالثانية، بس الثانية ضرب الساعة ضرب النهار ضرب الجمعة ضرب الشهر ضرب السنة بيأثر. وان بلوس انه ايه بيصير هرموناتك بتتغير، بيصير عندك تعصيب اكتر، ممكن تصير تاكلي. بس انه في ناس قطعوا بالمينوبوز وعملوا رياضة خففوا باكلهم وما زاد وزنهم. هاي مونيك فينا ناكل مكدوس على الترويقة إذا كنا عم نحاول نخسر وزن؟ وقديش الكمية؟ فيك مدام تاكلي مكدوس على الترويقة بس حسب قدي حاطتي له جوز وقديش حاطتي له زيت وقديش حاطتي له كتير إشياء. إجمالا مكدوسة واحدة بلا الزوم هيك بتعصرية إنه يمكن قد بيضة، وإذا بلا زيت خالص 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 صارت. بونجور مونيك لأنه فيها جوز كمان. بونجور مونيك شو في طريقة
توقف الدخان غير الإرادة كوز ما بتضاين معي أكتر من مون ويك. بدي أسألك ابني طوله 1.30 ووزنه 33 كيلو 8 سنين قديش لازم يكون مدام لابنك؟ رح ابعث لك رقم بليز اتصلي حتى يطلع لك فات تيست هيك بنشوفه على رواق ومنتاكد. 7880000097 كثير كثرت الصفوره. اوكي هيدي للفات تيست. وكرمال تاني سؤال شو كان دخلك؟ لتوقف الدخان مدام. احلى شيء اذا بتوقف الدخان، يا ريت يا ريت يا ريت. انا وقتها الماما الله يرحمها توفت لون كانسر، عملوا لها عمليه وشالوا لها البوموم من صدرها، كان يمكن اهم شيء بحياتي شفته اني طلبت واصريت كتير كتير على الحكيم. يمكن الحكيم لو ما بيعرفني وشخصيا اكيد ما قبل انه يفرجيني اللونج شو معناتها لونج فيو كانسر. صراحه صعقت بس شفت البومو تبع الماما، وانا صدق او لا تصدق هيدي كانت لو 15 مارس 2004. كنت فيري فيري اوكيجنال سموكر، يعني ما بحيات حياتي اشتريت علبة دخان بصراحة، مع اصحابي قاعدين عم نشرب كيس شي محل حدا ضيفني سيجارة كنت اشرب. من وقتها لليوم يعني بشهد انه يمكن ولا مرة مدخنة سيجارة. ما فيكن تتخيلوا شو عم تعملوا بالبومو تبعكن. وعلى طول أنا بقول لو كل ما مندخن سيجارة بيصير في نقطة، شو بدي قلكن يعني، قد راس الدبوس عجلدتكن سودة. إذا على كل سيجارة على راس الدبوس عجلدتكن نقطة سودة، هيك بيصير بالبومو. أكيد أكيد 3/4 العالم، 99% من العالم بتوقف تدخن، بس لأنه ما عم بتشوفوا شو عم تعملوا بأعضاء جسمكم الداخلية، لأنه مشان هيك العالم بتضل تدخن. يا ريت يا ريت في شيء بكرة يعملوه يصير عندكم ميرورينج على البومو تبعكم كل يوم وكل العالم تشوفه. فهيدي الطريقة الوحيدة تفهمي قديه عم بتقصري من عمرك وقديه عم ممكن تبهدلي حياتك. بتقولي لي جارنا عمره 90 سنة وبعده بيدخن وبعده عايش نيال وعنده ليبونجان. لا بس مش كل العالم عندهم هالجينز ابدا، يعني منهم ورتنين هالشي. وكمان جاركن لو ما كان بيدخن كان عمره يمكن رح يضل عمره 120 سنة مش رح يعيش على 90 سنة. في ناس ما هيك بدهم يفكروا. بعتلك صورة هلأ عن هيدا الحليب، هيدا مش للصغار لكل الأعمار، بس مبين فيه كتير مكونات منيح. هو هيدا أو لا؟ بس هيدا منه يعني للفئة الصغيرة من العمر، يعني هيدا الحليب العادي بس هول المكونات اللي بقلبه منيح. اوكي تنقريسة سوا حليب بقر مجفف كامل الدسم مستحلب لسيتين فيتامين سي فوسفيت الحديد فيتامين سلفات الزنك فيتامين A فيتامين B3 فيتامين B6 فيتامين B2 فيتامين B1 حامض الفوليك بيوتين فيتامين D3 فيتامين B12 كربونات الكالسيوم. يحتوي على الحليب والصويا. بس مدام هيدا فيه كتير إشة أكيد أكيد أنا ما بفضله، يعني لا بفضل انه ليش بدك تاخذي كل هالفيتامينات. اوكي ما فيه سكر على راسي بس فيه كتير 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 فيتامينات، ليه ما بتاخذي حليب عادي بس محطوط حليب بقر؟ بس ليه ما بدكم تاخذوا بس حليب بقر؟ بوركوا انا كل يوم باكل صبح عبيدة بيادن وصفار واحد. باكل بيضتين وصفار واحد عمري 20، هيدا الشيء منيح او لا؟ انه انا بفضل مدام ما بحب انكم تكبوا صفار صراحة، بفضل تاكلك يوم بيضتين. انه ايه فيك انا باكل كل يوم بيضتين لانه انا بعرف انه انا ما باكل اشياء تانية مصنعة، يعني انا كل اكلي صحي منه مصنع. الاكل المصنع هو اللي بيعلي الكوليسترول اللي فيه دهن مهدرج 100 مرة اكتر من البيضتين. ايه مدام اذا اكلك صحي كل نهار وشغل البيت وكل يوم تتروقي بيضتين مع الصفار، انا بتحمل مسؤولية كلامي انه عم تعملي شيء منه غلط ابدا ابدا ابدا. اصلا 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 دراسات العلمية الحديثة بررت البيض، طلع من الحبس هالشي وخلته يصير فري وصحي ومنيح وما حدا محروم منه ابدا ابدا ابدا. ايه فيك تاكلك اليوم بيضتين على مسؤوليتي اذا اكلك بقيت نهار صحي وما فيه دهن مهدرج. خافوا من الدهن المهدرج، خافوا من الاشياء الانسان اللي عملها. ربنا خلق البيضة وحللها لنكلها، ما تخافوا منها. معي اتصال. الو
صباح الخير. مرحبا، يسعد اوقاتك. مرسي، تسلم. مونيك، بس انا عم بسال سؤال، يمكن هو بعرف انه هو كثير اصعب من انه يكون جواب بسيط، بس سؤالي هو في شيء طريقه انه نهتم بالبنكرياس تبعنا يلي دائما مع الوقت، حضرتك هلا حكيت عن اللجان مضبوط، بس انه في طريقه انه نهتم بالبنكرياس حتى اللي يقدر يضاينا للناس اللي عندهم اللجان تبعهم ممكن يعمل فكري؟ اكيد انه في، اكيد في طرق ثاني. نعم، 85% مع هاي دول دير، يعني 85% من العالم اللي عندهم جان انه يصير معهم سكري بيلبطوا للسكري اذا عملوا رياضه وحافظوا على وزنهم الضعيف وكانوا عم بياكلوا بطريقه صحيه وعم يبتعدوا عن السكر السريع والسكر المصنع. 85%، يعني 100 شخص عندهم هالجان، اذا هال 100 شخص كلهم عملوا رياضه حافظوا على وزنهم، ما نصحوا ابدا خاصه بمنطقه البطن، ما دخنوا واكلوا بطريقه صحيه، في 85% منهم ما رح يصير عندهم مرض السكري تيب 2، عم نحكي مش تيب. وفي شيء اكل زياده انه ممكن يكون صديق للبنكرياس؟ ما فيك نحن، انا ما فيني اقول لك اذا بتاكل اكل لبناني، بتاكل طبخ عادي، بتاكل خبز اسمر، بتنتبه على اكلك، يعني عم تعمل انت كل واجباتك، حتى هيدا الرجيم منه بس منيح للبنكرياس، هيدا منيح للكبد وللبومو وللدماغ وللعين وللدينة ولشعرتك ولاصبع اجرك، لكل شيء منيح، بس انت عم تعمل واجباتك، عرفت؟ انه ما في اكل معين، انت فكرك انه انا رح اقول لك روح كل خيارتين كل يوم هذا الشيء باول البنكرياس؟ الجواب اكيد لا، اكيد اكيد لا. هي الرياضه اكيد هو مهم تخلي الانسولين يعلى كتير بجسمك، هذا المطلوب. وكيف تعمل هذا الشيء؟ انك تاكل بطريقه صحيه، ما تاكل كتير، تخفف اكلك، يعني هدول هن الاساليب اللي بدك تعملهم، وما تدخن. بقدر شارك بقصه شيء وقف الدخان؟ حدا عمل شغله وضبطت معه ولا ما في وقت؟ بليز اذا بتعمل معروف. اوكي. في يعني حدا وعن جد كثير ضبطت ولفتتنا للطريقه، يقطع الارج، هو الدخان بده الارج هيدي اللي بيقول عنها نحن بلبنان انه بيخرم على السيجاره. إيه؟ فصار الشخص انه كل ما تيجي الخرمه ياجلها على الساعه او الربع او النص او الا ربع، ياجلها بس الربع ساعه شويه وقت، يعني مع يعني كم شهر صار يأجلها للنص ولا تمام الساعة، شوية وقت صار يأجلها على كل ساعة، فهي كثير ضبطت معه. وضبطت؟ نعم. وهلأ بطل دخن؟ ما بقى عم بدخن، حتى إذا دخن ما بقى، يعني خلص ما بقى بدخن. برافو ان شاء الله، يعني حيالله شيء، بس اهم شيء ما ينقلوا على الفيب سيجارتس، لانه ما بعرف اذا كنت حضرتك على السمع، كتير 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 مضر، وكتير اكتر شيء بينصحوا بامريكا الباتشز تبع النيكوتين او العلكه، او انه واحد ما يعني يعمل شيء، اكيد اكيد ما ينقل من نوع سيجاره لنوع سيجاره تانية. هو طلع بس ما بيأجل، يعني يقدر يقاوم الارج هيدي اللحظه اللي بيكون نحن بلبنان نقول خرمان على سيجاره، بس يأجلها خمس دقائق او هالثلث ساعه خلص بتروح. اوكي 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 طيب، اهلا وسهلا فيك، اهلا. اوكي، معي اتصال. الو الو، بونجور. اهلا، كيفك مدام مونيك؟ الحمد لله. مين معي؟ سميرة. ايه سميرة، تفضلي. هي عم تحكوا عن الدخان، انا سؤالي ما له علاقه بالدخان. لا لا، عم نحكي عن كل شيء له خاص بالتغذيه. تفضلي. اوكي، بدي اسال بالتحديد عن الواي البروتيين يلي بياخذوه الشباب بالنوادي، هذا في له خطوره على الصحه ولا اكيد ياخذوا منه؟ لا اكيد انا ما بنصح فيه نهائيا مدام، ابدا 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 مدام، هذا مستحضر، يعني اليوم انت بمجرد يعني هيدا دواء اذا بدك تاخدي. نعم. يوم انت تتشيل الواي بروتين، يعني انت عم بتفوتيه على مصانع، عم بتحطي له انزيمات، عم بتحطي له ادويه، عم تستخرجي البروتين تبع الواي. أوكي. وعم نقنع هالشباب انه هيدا احسن من انك تروحي على البيت تاكلي شقفة تونة او تاكلي بيضة، انه لا سوري بليز خلص. It is all about marketing. ما فيكن تتخيلوا الامريكان قديش اسكية، قدي عندهم وسائل انه يقنعوكن انه هيدا الشيء منيح. واليوم اذا بس بتفكروا عمليا على اي مستوى القارة كلها
عم بيبيعوا الواي بروتين. We are talking billions of dollars. يعني لح يضلون يغزوا هالشي ويقنعوا الشباب ويقنعوا كل الكوتشية انه خدوا الواي حتى تربوا عضل. هذا ضحك على العالم، عم بيقزوا الكل واي وعم بتفوتوا امينو اسيدز. نحنا ما مفروض ناكل امينو اسيدز، نحنا مفروض ناكل بروتين والدايجستيف سيستم يطلع منه الامينو اسيدز وتتركوا الاشياء تشتغل مثل ما لازم. ما تتدخلوا بكيف ربنا خلقنا حتى نحن نقدر نمتص الاشياء. هلا واحد شو المشكله؟ المشكله انه بيفوتوا على الانترنت يوتيوب رشاش بيعملوا بيشوفوا انه كلهم بيقولوا انه ما في مشكله الواي، هذا بروتين مستخرج من الحليب وكثير منيح للجسم. يعني على اي سايت انا مثلا بدي انصح ابني يفوت لحتى يشوف حقيقه اللي عم تحكي؟ جيبي لنا اياه مدام، خليني انا اشوفه بقنعه. شو بدي اقول؟ خليه يسمعنا يتلفن يسالني، ما في مشكله. أوكي. يعني بده يقتنع انه هيدا ماركتينج. ما حدا حيجي يقول لك طعمي اولادك تفاحه يعني بهال لانه ما في مصاري من وراها. تعي كل واحد بيقدر يبيعك تفاحه على الانترنت وشوفي كيف كل العالم رح تحكي عن البنفيتس تبع التفاح. ايه ايه اوكي كرم عيونك. اهلا وسهلا. اهلا نور موني، كيفك؟ بدي اسألك سؤال. انا طولي 1.75 متر، وزني تقريبا شي 77، ما السكري وبحب كثير على اكلي وهذا، بس في عندي مشكله بطني انه ما بعرف اذا فيها سكر ولا لا. بفتح بشتري علب حمص حب، علب حمص حب وبكلها عشيه، بحب اكلها، بحب الحمص حب هيك هالمسلوق وبكلها، بياثر شي هذا على السكري. وبستحلي اوقات كل يومين ثلاثه عند بيره، كمان البيره بيسوى ولا لا؟ ومرسي لك. اكيد حب الحمص ما انه شي عاطل ابدا ابدا، بس اذا هالقد بتشتريه بفضل انك تغسله كتير كتير منيح لحتى تستخرج منه الملح اذا كان بالانانه، واحسن انه انت تسلقه اطيب بكتير. يعني مليونين الف مليار مره تاكل علبه حمص حب من ما تاكل لوح شوكولا. هو فيه نشويات ايه، بس كمان فيه الياف ما انه غلط باعتدال، منا غلط، والبيرة كمان مش غلط باعتدال طبعا، بس كله 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 ديبند انت ضعفان مش ضعفان، قديش كان وزنك، قديش ما كان وزنك، شو عامل تتاتي تتاتا، كله هيدا بيأثر على جواب. يعني ما فين اجي انا نزل هالجواب هيك منزل، لانه في عدة اسباب ليش معقول يكون الجواب ايه او لا. فلحبعت لك انا هلا كادو فحص دهن من العيادات، ودقلن او عملن واتساب وخلينا نحنا نشوف لك إياها إذا كان بدك، إذا بدك كدو. هاي مونيك، أي ساندويش أفضل للولاد على المدرسة؟ لبنة أو فتة تشيز أو جبنة صفرة من الحليب فول فات؟ كلهم منيح أكيد، أحسن شيء اللبنة مدام، يعني اللبنة هو الشامبيون تبع التغذية، بس إنه مرة لبنة مرة هيك مرة هيك ما في مشكلة. ابني عمره 7 سنين طلع عنده كوليسترول ال LDL 48، لازم يكون بين 60 و 120. طلع مدام أكيد ما في مشكلة، مش منيح وليه أوليك هالقد بيكون طلع واطي. ال LDL إذا واطي ما في مشكلة أبدا مدام، ما عنا مشكلة من هالناحية أبدا. صباحة مونيك، أنا بلشت أحضرك ببرنامج الطبخ صحي وسريع وتأثرت فيك وتعلمت منك كتير وبحبك كتير كتير. بطبخ كل يوم أكلات أمي وستي وولادي تعودوا عليهم، وحتى بعد ما سافروا بيبعتوا يسألوني ماما كيف بتعمل اللوبيا بزيت أو شوربة العدس أو كبة بالصينية. بدي مرق شغلي من خلال برنامجك انه الام لما الولد بيقول ما بحب هالطبخة ما تعلق، لانه هو ممكن يكون عم يتغنج او مزاجه بهاليوم مش مزبوط، فاذا هي حكت قدامه انه ما بيحب هالطبخة هو باللاوعي عنده بحطها بضمن قائمة الاكلات اللي ما بده ياكلها. ابني ما كان ياكل الملفوف والباذنجان ولا مرة، قلت انه ما بيحبهم وكل مرة كان جرب معه، وهلأ صار عمره 11 سنة بياكلهم هو مبسوط. برافو مدام، مرسي لمداخلتك ومرسي لأسرارك انه نقرأ هالمكتوب، مرسي كتير ومعك حق مليارين الف مليون مرة. نحنا منجيب ولاد تنربيون يكونوا مهذبين ومناح بالمجتمع، كمان منربيون تيكونوا صحيين ومنربيون حتى نعلمهم كيف ياكلوا مزبوط. الام المزبوطة اللي بتشتغل مزبوط هي اللي بتقرر ابنها شو بده ياكل، مش هو اللي بيقرر، خاصة قبل عمر 15 سنة. هاي مونيك، كيفك؟ بدي اسألك شو رأيك بالديري فري سيستم دايت اللي عم نسمع عنه هالفترة؟
والله انتو عم تسمعوا عنه انا مش سامع عنه، ما بعرف عن شو عم تحكي. عم بقولكم انا ما عندي مشكلة توقفوا الدايري اذا فيكن توقفوا كل حياتكن، انا ما عندي عقدة ملعت لبنة ما في شي بيأكلوا بيبي كتير، ومش انه هو هيدا حيضعفكن اذا بتحبوا، اذا انه هو منه منيح الدايري اذا عم بينعمل بطريقة مزبوطة، يعني اللبنة المكعزة اللي بتنزل من عند ستة كانت من الجبل اكيد هيدا شي منيح، والجبنة البلدية اكيد شي منيح ناكله باعتدال. فري فري انا حتى تشوكلت فري ما عندي اياها، ما عندي منع بسيستام صحي وسريع ممنوع الممنوع، اصلا عندنا سلوغاناتنا بتقول ممنوع الممنوع. هاي مونيك، بحب تزيدي كمان انه الام لما بتطبخ بتحط من قلبها ومن حبها، وهذا كتير بغذي بغذي الانسان. يلا بون ويكند. 100% مش 100% مليارين بالمية، وحياة عيوني انه بنتي بتعرف ايمتى انا بلفلها الساندويش، وايمتى البنت اللي بتساعدنا بالبيت اذا اضطرت هي تلف الساندويش على المدرسة، مع انه بنعملها ذات الشيء بتقلي بحس بالحب انتو عم تعمل الساندويش تقول قلبي، بس انه ايه. وبعدين الام وقتها هي تطبخ، مش اما عم تطبخ، مش مرت عم تطبخ ومن قلبهم التيتا على يسلموا ايديهم. وحياة عيوني غير شي وقتها انتو تطبخوا لولادكن، يا عم سلقوا فاصوليا اوكي وزيدوا لها زيت وتوم وحامض، والغدا اليوم شو بقولوا سلطة الفاصوليا، اقل من هيك بدها وقت؟ انه بليز ما تقولوا لي ما معكن خمس دقايق تحطوا الفاصوليات بالبرستو وتخلوهم بالبراد ونهار تقوموا تسخنوهم شوي وتزيدوا لهم زيت وتوم وحامض، يعني خلص خلص اخر الدنيا، مش هيك عم تعملوا؟ كونوا اكيدين انه هيدي رح تغذي ولادكن غير المجدره اللي ستن رح تعملها، مع انه يمكن ستة. انتو علاقتكم بولادكن، علاقتكم بالطبخ تجمع اكتر، الام بتلم والطبخ بيجمع، صدقوني صدقوني. وانا مونيك باسيلا زعرور بعترف على الراديو، ولا مرة بحياتي عاملة ورق عريش، ولا مرة بحياتي عاملة اكل بدها وقت اكتر من نص ساعة بالمطبخ ما بقعد، بس كل يوم في طبخة بالبيت كل يوم، وما حدا بيجلي من وراي، بقولوا عنده خاد ما عندي حدا. اذا بدكن تعرفوا يعني للطبخ، اكيد اكيد بطبخ قبل ما البنت اللي عندي بتكون وعيت، وما في شيء بيكون في الطنجرة لانه انا بطبخ على طريقة صحي وسريع. وبدكن تابعوني على الانستغرام على صحي وسريع، اوقات بمرق فرجيكم كيف بشيل من الفريزر البصل الكزبرة والثوم، كلهم هول بكون محضرتهم، كلهم بينحطوا بالطنجرة وما في شيء جلي، اذا شيء بيطلع يمكن الملعقة الخشب اللي هي جليت فيها، والطنجرة طبعا يعني انه شو بنطبخ بالهواء. موجور مونيك، بدي اقول انه بكندا من تحت عمر السنة بيعطوا الحليب العادي للولاد، انا من العشر اشهر قال البيدياتر بلش له. ميرسي ميرسي او كندا ميرسي، ما انا مخرجة من مجيل وانا تلميذة كندا، ما حدا بيعطي ولاده هيدا الحليب المدعم الا نحن الشعب المعتر اللي بيسمع لها الحكمة. للاسف الشديد انا كتير اخد عخاطري من يعني شركات الحليب يلي عم تعمل هالغسيل الدماغ للحكمة، يلي عم تقنع كتير عالم انه يشربوا ولادهم هالحليب. هيدا صارت امريكا كندا واوروبا كلها بيشربوا الولاد من عمر العشر اشهر حليب عادي، رح نقول سنة الا بلبنان، نحن اللي بنفهم بلبنان. بونجور، بس انا سمعت انه اذا الفيتامين د كان تحت 60 وما بتاخدي دواء بيصير يجمع دهونات بقلب الجسم، مزبوط هذا الحكي؟ يعني انا عندي 20 مفروض اخد دواء ولا لا؟ الجواب بعد الفاصل. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك. نتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع. طبعا السؤال اللي كان قبل الفاصل بيقول ايه، كان فويس كان بيقول بونجور، بس انا سمعت انه اذا الفيتامين دي واطي ممكن هالشي يخزن الدهن بالجسم. هلا بما انه كمان انا بعرف انه رح تقولوا انه انا كتير 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 بزيده، هذا رايي. هلا اللي عم بقوله هو رايي الخاص، انه بما انه كل العالم صارت عم تاخد فيتامين دي، وبما انه كل العالم apparently is vitamin D deficient،
فكتير كتير كتير بهمهم انه كل يوم يخلقوا لكم حجه ليش لازم تاخذوا فيتامين دي. انا ما باخذ فيتامين دي ابدا، انا بطلع على الشمس بشتغل مزبوط بعمل رياضه ونلتقي بعد 10 سنين ونشوف شو قصه الفيتامين دي اليوم. بس هيدا رايي هلا، هلا عم بنطق شيء رايي، لا راي العلم ولا راي الطب ولا شيء ولا شيء. سو بهالشغله بليز رجعوا لحكيمكم. بونجور، الخضرة بالكيس المجلد صحيات؟ أكيد أكيد مدام، كتير كتير صحيات. الخضرة اللي بتتجلد هي بتتقطف عن أمها، بتتغسل وبتتجلد بأقل من 24 ساعة لأنه ما في محلات تتركوها بتعفن، فكتير كتير صحية وتجلد بذروة غذائية الغذاء تبعها. كريستين شو عم بتقول؟ مونيك إذا بدهم يعطونا نزرع لهم بيتونا مصاري ليرجعوا يقطفون. أوكي. بونجور، أنا ابني عمره شهرين صار تقريبا. أنا ضد فكرة الحليب المحلى، بس كل الحليب يلي بالسوق محلى. يعني انا دقت معلقة هديك المرة كان حلو، حكينا الحكيم قال له ما في شي حليب بلا سكر يعني، قال لا كل الحليب اللي بالسوق هيك ولازم يكون فيه سكر. بس دقته عن جد يعني اكلت معلقتين حلي قلبي. هل هالشي مجاز او لا؟ يعني انت سألتني الساعة 1:15 بما انه ضليت تحط اسئلة عم نرجع وبعد عندك فويس فينا نسمعه. بليز انا ظهرت من السيارة بطلت على الراديو، إذا في مجال بس أعرف الجواب بشي طريقة بكون ممنونكم. عم تسمعنا يا هيثم؟ إذا عم تسمعنا جاوبني لحتى جاوبك. الفكرة إنه لعمر الشهرين ما عندي خيار، إذا ما عم بيرضع من حليب أمه مهم، المهم على عمر السنة توقف له، هيدا أهم شيء. يعني على عمر 10 أشهر تبلش تخلط له تعطيه حليب عادي عادي، لحتى عمر السنة بصير يشرب حليب عادي. بونجور مدام مونيك، كيف فينا نشيل ريحة التم؟ هيدي قصة كتير إلى عدة أسباب. ممكن ريحة التم تكون جاية من المعدة، ممكن ريحة التم تكون جاية من السنين، ممكن ريحة التم تكون جاية من المناخير من الأنف والأذن والحنجرة، في بكتيريا هونيك، وممكن ريحة التم تكون جاية حتى من اللسان. فقبل ما تعرفوا ليش في ريحة التم لازم تحددوا مع حكيم السنان انه سنانكم كتير نضاف وما فيهم بكتيريا. اوقات مش ضروري تكون عم يوجعك درسك، بس بيكون في نوع من البكتيريا بتحش بسنانك وبالنيرة تبعك انت مش عارف فيها. تتأكد انه ما عندك مشاكل بمعدتك، تتأكد انه ما في مشاكل بالانف والاذن والحنجرة، بتعبي اوقات مي وبيصير في خمخمة وبيعبي فيها بكتيريا. هذا شيء ما خصني فيه، بس لانه انا كذا مرة عامل انترفيو مع حكمة عم بقدر جاوبك عن هذا الموضوع. ف بدك تعرف شو السبب تتقدر تحكم السبب. سالو مدام مونيك، مون انفان ا 2 ans il boit maintenant tatati numéro 1. À ton avis c'est bien ou tu préfères qu'il boit tatati pour les grands؟ اكيد مدام، هو ذاته الحليب في نمبر 1، اعطيه pour les grands. اكيد 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 ما. بونجور، انا اولد كاستمر وحابه ارجع لعندكم لاعمل الفاستنينج، بس صراحة فكرة انه ارجع ادفع كأني فيرست تايم مش مقبولة، غير مطارح بيحسبوا فولو اب لو قد ما طولتي. مدام نحن عنا قوانيننا، وبليز يعني ما تقولوا انه نحن غير عن غيرنا، نحن عنا اخصائيين تغذية بيقعدوا معك اول زيارة 45 دقيقة وبياخدوا هذا السيستم. بعتذر بس ما بتصور في ارخص من صحي وسريع بالكون، $220 لتمن زيارات، وكل زيارة ما في أكل، كله من أكل البيت. يعني وين بعد في شيء أرخص من هيك؟ وأنا عم بعطي من وقتي، منجتمع مرة كل شهر تنريجي، عنا إدارة، عنا نحن شركة مدام. أنا ما بقدر اشتغل مثل أخصائي تغذية فاتحة لحالة، مندفع TVA، مندفع ضمان، مندفع تاكسات. يعني بس قدروا احترام الشركة صحي وسريع. أرخص من هيك ممبرشيب بالعالم ما في. 8 زيارات ب $220، وين بتصير هاي؟ واول زياره بنقعد معها اقل شيء 45 دقيقه، وكل زياره شيء 3 ساعه نص ساعه، وكله من اكل البيت. عنا واتساب سيرفيس، فينك تتصلي فينا واتساب 25 ساعه بالنهار، من اذا كنا بالعياده بنجاوب. يعني بليز ما حدا يحكي عن اسعار صحي وسريع، خلص.
هاي مونيك، بدي أسأل عن زيت البلح الغير مهدرج، هو صح شيء؟ إيه زيت البلح الغير مهدرج، إيه صح كتير كتير كتير. هلأ فيه دهن مشبع، بس أنا برأيي إنه صحي. مكونات، بعتي لي شيء: طحين الشوفان الكامل، طحين قمحة كاملة، خلة القمح، جبنة بيضة قليلة الدسم، حبة البركة، 2% ملح بحري ميود، زيت البلح الأحمر النباتي الغير مهدرج. إنه شو هيدا مدام؟ شو عم بتفرجين؟ شو عم ناكل؟ سلام، فينا نشوي البامية بالفرن بدون قلي؟ أكيد كتير 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 طيبة. وإذا كان البتنجان مش طازة وصرت طرية فينا نشويها؟ أكيد مدام، فيك تحطيها بالمايكروويف كمان، شوفي كيف تطلع كتير طيبة. يمي شو عم تتغدى يا أنور؟ شو هالشي الطيب؟ شو هيدا جو؟ هيدا غدانا تفضل، وشكلها مجدرة بس شو طيبة، لونها فاتح مجدرة، وشوفي بقلبها شو هي؟ مجدرة من صور هيدا، شو هالمجدرة هاي؟ شو هالأكلة هاي؟ شو هيدا يا أي أنور؟ هاي مونيك، مونيك بدي أسألك بس، أنا وزني 85 وعندي كرش شوي، بس ما بدخن وما بأرجل، سو شو فينا نقدر نروح هالكرش؟ ميرسي. أول شي بك تضعف، وتاني شي بدك تعمل تتبنى مجدرة صفرة. بعتلي مجدرة صفرة. يمي يا أنور، ما بياريت فيها بقدونس أخضر وبصل مشوي. يمي 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 يمي، شهيتني يا أنور. يعني أنت بتعرف يا جو بسور قدي في عندهم تنويع أكل نحنا ما بنعرفه. أنوار أنوار مش أنور. أوكي أنوار، أوكي أوكي، سوري سوري مدام، بعتذر يا أنوار، نورت علينا يا أنوار، شي كتير طيب، مرسي كتير. وهيدا حدا بيكون في فتوش صور، نحنا منقول له مجدرة صفرة وفتوش صور، هيدا لازم نعمل عليها حلقة. يا الله ششتا تكون على التلفزيون. هيدا الأكل أنا كتير 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 حبزه، وهيدا الأكل لك مليونين ألف مليون مرة هيك صحن، ولا يقولوا لي واي بروتين. الواحد بيطلع من الجيم بيروح بياخد واي بروتين، أو بيروح عند أنوار وبيأكل مجدرة صفرة عفوقة. يعني أنا ما بحب أعمل دعاية، بس اللي ما حضر بعد مجدرة حمرة، حضرتها؟ ما حضرت شي بحياتك، من أحلى مسرحيات حضرتهم بحياة حياتي عن جد. أنجو، مع أنه مش لازم نعمل دعاية، بس هي رائعة رائعة، أحلى مسرحية حضرتها بحياتي، صرت حضرتها 3 مرات وبعد بحضرها. هاي أنا خسرت 7 كيلو، كيف فيني أشوف إذا خسرت فات أو مصل؟ أنا كنت عم بعمل سبور بس مش أول فترة. ما بنعرف مدام، لأنه تتعرفي بدك تقارني قبل وبعد، كيف نعرف شو خسرتي؟ ما بنعرف. بونجور مدام، أنا ابني بياكل كتير خضرة وفواكه، عمره 8 سنين، في شي بروبلم؟ أكيد لا مدام، إلا إذا عنده وزن زيادة، ما لازم ياكل كتير فواكه، يعني بفضل الملفوف على الشوكولا. ابنك طبيعي مدام؟ بونجور بليز مونيك، لازم المرة من 40 اند اب تاخد مالتي فيتامينز، كوز اكلنا نوت هيلثي انيمور اند ثانك يو. ابدا 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 ابدا، معلوماتك مش مزبوطة مدام. نو كم او بعد بحط لها جو؟ نو انت عم بتشوف شو عم بكتب او ما بتشوف؟ بتشوف. اوكي مرحبا مونيك. طيب شو بيصير اذا عطينا الولد تحت السنة حليب عادي بدل الفورمولا؟ لا ما بيصير، لانه تحت السنة ما عم بياكل كل شيء، اكيد ناقصه غذاء وناقصه فيتامينات وناقصه معادن وناقصه وما منأمن له هذا الشيء. لا بهالحالة لا، مجبورين نعطيه حليب عادي، لانه الحليب العادي منه مكامل. بس وقت ابنك يصير عمره سنة، صار عم بياكل فاصوليا ولوبيا ومجدرة وكوسة وفواكه وعم بياكل كل شيء، الحليب ما بقى له لزوم ابدا 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 بحياته، صار زيادة اذا بدك. لانه بسمع من امي قالت لي كنت تشربي حليب البودرة العادي تحت السنة وما صار شيء. إيه لا مدام ابدا ما بيسوى، بيكون عندك نقص بهالحالة. بونجور يا اجمل مونيك، غنى لبنان فيك، غنى لبنان فيك وبامثالك مثل فيروز. يعني ما تزيده هلا، انا مثل فيروز شو جاب؟ لا
بدي أسألك يعني شو العيب تشبهه حدا بفيروز؟ عن جد عيب. فيروز أيقونة ما بيخلق مثلها بالعالم بالكون. أنا بنصدم إنه ابني اللي عمره 17 سنة اللي بتعرفه قديه يعني أوف وهيك بحب يحضر يسمع فيروز. شو هالصوت؟ شو هالموسيقى؟ شو هالفخر هذا اللي عنا إياه؟ شو هالشي اللي مزبوط 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 ما بنعمل شي غير نوقف على الإطلال عليه يعني، ولا بيجي مثل إصبع إجرة. بس اسالك، بدي اسالك قبل اكل قبل النوم دغري بضر؟ اكيد بضر، اكيد 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 ما بناكل قبل النوم الا اذا كتير مضطر يعني، الا اذا انت اشتغلت للساعه 12 وما في مجال بشغلك تشتغل ولا شيء غير انت وعلى الطريق بتاكل حتى تجي تفرش سنينك وتنام اوكي، بس قادر تاكل على 10 تتنام على 12 اكيد بفضل تاكل قبل بساعتين. وشكرا لك يا صخره بعلبك بقلبي. اف اف اف، مينو هيدا جو؟ هاي مونيك بليز، بدي اسألك اي مأكولات بتحتوي على الزنك ونسبة عالية لبنتي عمرها 5 سنين عشان ما اعطيها ايه دواء مرسي. هلأ اذا الزنك عند بنتك كتير واطي لازم ضروري جدا انه تشوف مع الحكيم ليه هو واطي، لانه بنت بهالعمر مش مفروض يكون عندها الزنك واطي ابدا ابدا. فبليز في مجال تشوف ليه. عادة الاكل يلي فيه زنك يعني بده يكون اكل يلي هو فيه لحمه طبعا، اللي فيه خضار داكنه اللون اكثر شيء. السمك كتير كتير فيه كمان زنك، فاكثر شيء يعني اكثر شيء اللحمه والسمك والخضار داكنه اللون والحبوب كمان يعني مثل الحمص الفاصوليا العدس، هول اجمالا فيهم زنك. يعني اجمالا بس تاكلوا اكل لبناني ما بينقصكم شيء. هلا ممكن ينقص في مشكله طبيه، هذا غير موضوع. بونجور، بدي اسالك اذا بدنا نساعد الاولاد ل يطولوا يعني نساعدهم بالنمو، كيف فينا نخدمهم بهذا الموضوع؟ مهندوم سؤاله، تخدمهم وتساعدهم طيطولوا؟ ما فيك تعمل شيء، هذا شيء بالجان، ما فيك تعمل شيء ما فينا نعمل شيء بهذا الموضوع ابدا 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 ابدا. هلا في شيء اسمه ستانت كيدز، هدول درسناهم بالجامعه، هول الاولاد يلي ما بياكلوا بطريقه مزبوطة وما بيطولوا، هول اكيد مش موجودين عنا بلبنان ابدا. انا الا اذا ابنك ساخن عنده مالادي سيلياك، يعني يمكن هو بياكل بس عنده مشاكل بالامتصاص صار موضوع تاني، بس ولد عم بياكل مزبوط وجسمه بيمتص الاكل مزبوط هذا الشيء بيرجع للجان. انا ما بعطي ابني تاتاتي ابدا، هو بالاصل منيح او لا اكيد منه منيح مدام سكر شيء معمول من القمح وفيه سكر كتير 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 للولاد وبيسخنوه بيعطوه اياه، يعني شو بده يكون فيه شيء منيح؟ كله سكر، ما دوقوا اللي عم تعطوه لابنكم يا عمي، ما تعطوا شيء ولادكم قبل ما تدوقوا. بونجور مدام مونيك، معك نور، وزني 83 كيلو طولي 1.65 متر، عمري 21، كنت عم جرب اضعف بس ما عم بقدر، بدل جوع، ما عم معي فقر دم وما معي وقت كتير اعمل سبور. عمرك 21 سنة يا نور وما معك وقت تعمل سبور؟ انه شي بيزعل. كيف انا عمري 47 سنة وعندي 3 اولاد وعندي كل حياتي ما بيقطع نهار ما بعمل فيها ساعة سبور؟ اذا خففت اكل معقول اضعف؟ اكيد يا نور، اكيد اكيد اذا خففت ضع اكل رح تضعف وعد، لانه زنودة عم بيشققوا وبطني معمول معي معقول مع الوقت يخفوا التشقق. مرسي بوكو. اذا بدنا نعمل فاتس بين فينا لحبعتلك رقمنا بليز اتصلي فينا وخليهم يعطوك فاتس، واكيد فيك تضعف يا نور، بس مهم تقرري مش تضعفي، تقرري تتغيري وتطولي بالك وتشيلي شي من حياتك. اذا عمرك 21 سنة ومش قادرة تعطي، مش بدك تعمل سبور، بدك تكدشي الارض وبدك توقفي الاكل بلا طعمة هلأ وبس يصير عمرك 31 سنة وعلى 41 سنة وعلى 51 سنة وعلى 61 سنة. مين قالك يا نور انه انت بس هلأ بهمك تضعفي؟ بدك تتغيري حبيبتي، تضلك ضعيفة، مش بس بدك عامل رجيم، الرجيم بنصح، انسى الرجيم وعيشي صحي وسريع. بدي اطلب منكم ما بقى تبعتوا ولا واتساب لانه انجأ بقى اجاوب على اللي باقيين لي. هاي مدام مونيك، بتأثر سلفا، استفزيتيني هلا بالنسبة للريتس اللي عندك. انا رحت لعندك ودفعت لكامل 7 فيزيت او 8 فيزيت، رحت 2 فيزيتس
وما قدرت روح، ما حدا عمل فولو اب معي، يعني انه لا ما جيت ولا ما قدرت جيت. مش معقول اللي فيها هي استفزيتيني هلا اليوم. لا مش معقول اليوم بهذا التيل. بعتذر انا منك على هذا الموضوع، وهلا هلا هلا حاخذ رقمك وحشوف لك الدوسيه انا، لانه هذا شيء مش مزبوط ابدا ابدا ابدا. فنحن بقانون صحي وسريع منتصل مش مرة مش مرتين، ثلاث مرات قبل ما نعمل شو بقوله كلوجر للفايل. وهلأ هلأ أنا لح أبعت صورة لحتى أخد من رقمك، يعني ريت تترك لي اسمك كمان حتى أعرف على الأكيد مين الشخص. بليز جو فيك تبعت لي الفويس تبعه إذا بتعمل معروف. ايه أوكي مدام مونيك كيفك؟ سبا بس بدي أسألك أي أفضل بالطبخ، زيت الكانولا ولا زيت الزيتون؟ ليك للطبخ تنيناتهم زيت الكاليتي، تنيناتهم يعني they are rich in mono unsaturated fatty acids. بس أنا بطبخ بالكانولا لأنه بيحمل حرارة شوي أكتر من زيت الزيتون. هلأ إذا عندك زيت زيتون فايز، لأنه كتير غالي يعني زيت الزيتون تينطبخ فيه، فيك تستعمليه بس ما بتعودي تستفيد كتير من نوعيته لأنه بيحترق. فأفضل أنه دغري دغري تحطي عليه شو اسمه الطبخة، عرفتي يعني دغري مش تقل كتير كتير، يعني بده يكون طبخك هيك بتنزل القشة فوق بعضها تحت وما يضل كتير على النار. بفضل أنا تطبخي بزيت زيت للطبخ. بونجور مونيك، أول شيء ميرسي على الانفو اللي عم تعطينا اياه. وثاني شيء ايه مزبوط، انا بعد اولاد الحليب العاده من عمر السنه تيناتهم، واكيد اكيد انا معك بانه نحن بنربي اولادنا، نحن بنعودهم على الاكل الصحي، ولازم ما في شيء ما بينحب الاكل صراحه. واكيد الاهم من هيدا انه حتى اولادي مسقع باذنجان بياكلوا، و I'm proud of myself لأنه عم بعود أولادي على هذا السيستم. برافو، أنا I'm proud of you. بونجور مدام مونيك، الفاصوليا الخضرة شو إلها منافع قصدك؟ يمكن جنى فاصوليا خضرة، يعني قصدك هيدا اللي منشتريها هلأ. أنا لقلي أنه لأنه طازة أكتر أطيب أكتر، بس بالنفع أن المنافع الغذائية إجمالا المفروض تكون هي زيتها، يعني إلا إذا وقت عم بينشفوها بيحطوا لها مواد أو إشي هيك تاني أنا ما بعرف فيهم صراحة. ما عندي جواب أكتر من هيك. هاي بنوتتنا عم تاكل فواكه بعتين للصور. عمري 29 بعتي فويس جو بليز. مونيك بونجور، بدي أسألك سؤال. أنا طولي 1.80 متر، وزني 76، ضعفان تقريبا حوالي 53 كيلوغرام، بعمل سبور كتير. واو. بس عندي مشكلة خصر وعندي مشكلة بطن، شو بدي أعمل لشيله؟ بس ما فهمت منك كيف ضعفانهم هال 53 كيلو. واو واو واو، عن جد برافو. بتعقد بتعقد بتعقد. فيا ريت جمعة الجاي بتحكيني حتى نعرف أكتر عن هذا الموضوع بليز، وأقدر جوابكم بليز، فبكون ممنونة. منى بتسألني، هاي مونيك، أنا باخد كل يوم ساعة كاسة لبن مع شوفان وبذور الشيا وكم حبة لوز وكاجو، كنت مفكرة أنه هذا الشيء كتير صحي لطاعولة شو هاي بمقولة لا طلعولي بمقولي انه كل كمشتين شوفان بتعادل رغيف خبز، صحيح؟ كل كمشتين شوفان بتعادل رغيف خبز. ايه معقول مدام، حسب الوزن الكمشة تبعيتك يعني، بس انه ايه كل 20 جرام شوفان هي حصة نشويات، وكل 4 حصص هي رغيف خبز، فرغيف خبز وسط يعني. شو رأيك، منيح انه اخد كل هالشي كل يوم؟ بالاضافة انه انا بعاني من امساك مزمن. مدام إذا بتعاني من إمساك مزمن كلك 2 كيوي بقشرتهم كل يوم عبكرة وما لح يصير لك شيء أبدا. هاي عندكم بصحي وسريع شوكولا للساندويتش غير تاتاتي تاتاتا موجود بالسوق؟ لا مدام، ما عنا تاتاتي ولا تاتاتا ولا شوكولا، عنا بينات بيست بس. ذكرتيني بوحدة بعرفها كانت تتزوق أكل كل ولادها حتى الدواء، إذا كان مر ما كانت تعطيهم إياه. اوكي هاي مونيك، ام مادر اوف بريماتشور، هيدا رجعنا حكيناها. شو رايك بالتاتاتي للبيبيز؟ وبيكون وشو ممكن استبدلهم اف اتس نوت؟ اكيد نو مدام، ما بتعطيهم للولاد هذا الشيء ابدا ابدا. عروسه لبنه مدام،
يعني هذا شيء ابدا ما بيتاكل، فواكه موزه ماموزه ممعوسه، شيء طبيعه ربنا خالقه. Is this cereal good? I use it a lot for breakfast and snack for my kids as I see it has 1 gram of sugar. كيف it has 1 gram of sugar؟ انتبهي مدام، هو whole grain oats corn starch، ما الكورن ستارتش يعني نشا، sugar salt vitamin E added to press to preserve. ايه اوكي ما في مشكلة فيه. 1 cup فيه 28 جرام، فيه sugar carbohydrates dietary fiber soluble fiber sugar is 1 gram in 25. ايه منو عاطي المدام اكيد. This is a good choice. ايه اوكي بحبكم كتير 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 مسيو. انا هلأ رح اطلع على الدوسيه تبعك، لانه قد ما انت مزعوج انا مزعوجة 10 مرات انه حدا ما اتصل فيك. هذه ما بتصير بعيادة صحي وسريع، الغلط بيصير واكيد اكيد حيتحاسبوا يعني. فانا بشكركم كتير 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 لمتابعتكم. ما تنسوا تتابعوني على صحي وسريع على انستغرام وعلى فيسبوك تشوفوا اكتر كيف نحنا منعيش صحي وسريع كل يوم. بحبكم كتير. Thank you جو جرجيس. Au revoir. Bye bye. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور كل جمعة 12 الظهر على جرس تخوك. صحي وسريع.